أنا الدكتور محمد ساطو، اختصاصي بالأمراض النفسية، مدير طبي لوحدة صرمدة للأمراض العقلية والنفسية، مقيم هون بالشمال السوري، ومدرس مادة الطب النفسي في جامعة إدلب، ويعني من أول طبعا ما صار في سنة خامسة بجامعة إدلب. وعطيت لمدة سنتين في جامعة حلب كمان، لما كان قبل ما تنتقل على أعلى مارع، كمان عطينا مادة الطب النفسي لطلاب بجامعة حلب قبل ما يصير في، يعني طبعا في زيادة قبل ما تروح، لما كانت في كفر تخاريم قبل ما تصير بمارع. مادة موضوع الطب النفسي، هلا نشوف أول شيء نتفق على الأمور الأساسية باعتبار أول لقاء بيناتنا أونلاين، ونشوف نسمع منكم أول، وبعدين أنا حيطت في راسي شيء معين وممكن نتبادل الآراء بالنسبة لموضوع المادة وشلون بدها تمشي وشلون طبيعة الشغل عندكم. في حدا حابب أول شيء يحكي، أو إذا في حدا ممكن يكون عنده اطلاع، ما بعرف إذا الأخت آسيا، ما بعرف إذا عندها أي معلومات، عم تقول لي إن هي مطلعة على منهاج الطب النفسي اللي كان مقرر عندكم بجامعة إدلب، عفوا بجامعة حلب. ما بعرف إذا في حدا عنده معلومات حب يشاركنا، علو يفتح المايك ويشاركنا. أخت آسيا، عم تسمعيني؟ يا طيب، بحب أسمع منكم. لقاءات دائما الأمور النت أو اللقاءات الأونلاين على طول فيها إشكالية، بس خلينا هلا باعتبار يعني أول لقاء نشوف إيش في عندكم. أخت آسيا، إذا شو رأيك وشلون الأمور بتمشي بالنسبة لجامعة حلب؟ ممكن يكون الأمر مختلف عما هو عليه بجامعة إدلب. هلا كمنهاج لما كمحاضرات الأونلاين بشكل عام، نعم، منهاج ومحاضرات. نحن هلا يعني طيب، انا ممكن انا اكون موجود معكم ان شاء الله تعالى فيزيائي، تواجد موضوع معكم فيزيائي مره او مرتين حتى موضوع بالشهر، وبقيه يعني مرتين فيزيائي مرتين اونلاين، كله موضوع بتيسير الله، ومنشوفكم يعني كمان موضوع فيزياء إن شاء الله ومنحكي. أول شيء بالنسبة لمواعيد الفيزياء، أنتوا شلون الترتيب عندكم وشلون نمط الامتحان، شلون بمشي يعني طبيعة موضوع الأسئلة، هل هي مقالية، هل هي أمريكية إجابة واحدة؟ لا، ممكن تصير مقالية ويعني نصية وخيارات متعددة، يعني تختاروا يكون في السؤال في عدة خيارات وتختاروا خيار منهم، ولا وفي أمور يعني يمكن حكيت معي قلت لك يمكن في جامعة، خليك أعطيكم شوي بالنسبة لجامعة إدلب شلون نحن ماشيين بالنسبة لمادة الطب النفسي. فكان إني بيجي نص الأسئلة مقالي، ويعني على نموذج الفرنسي إذا أنتوا لحقتوا هذا الشيء مقالي، ونص الأسئلة هو خيارات متعددة أو كل خيارات متعددة أو كل مقالي، يعني بالنسبة لجامعة شغلنا بجامعة إدلب أو مع طلاب جامعة إدلب، وحسب موضوع إذا كانت مشتركة بكون 50 بـ50، أو إن 100 علامة بتكون مقالي أو 100 بتكون خيارات متعددة. هاي بالنسبة مثلا كان لنموذج الأسئلة مثلا بجامعة إدلب، ما بعرف إذا نحن، وكان طبعا من ضمن الأسئلة نحن ممكن يكون في أسئلة باللغة الإنجليزية، طبعا يعني مو معناتها باللغة الإنجليزية، يعني بمعنى أني أنا نمتحنكم باللغة الإنجليزية، بس أن أسئلة بتجي هي المصطلحات أو الأمور الأساسية والعناوين اللي باللغة الإنجليزية، يعني ممكن أني
يجي مثلا سؤال مثلا شو هي اضطرابات موضوع القلق، طبعا نص السؤال باللغة الإنجليزية، واشرح مثلا او اكسبلين واحد من الاضطرابات مثلا جي اي تي، او انه بيجي ممكن اختصار، هو موضوع بالاختصارات المعروفة اللي ممكن نشوفها اثناء المحاضرات، وبدك تفكري اني مثلا عرف ما يلي، يجي مثلا 5 تعريف بس هن بنكتبوا باللغة الإنجليزية. يعني شو تعريفهم، طبعا بتكتبي باللغة العربية طبعا، بس يعني كان من ضمن الأسئلة بجي نحن في عنا ممكن يكون 2 أو 3 حسب، يعني قلت لك نمط الأسئلة ممكن يكونوا باللغة الإنجليزية. هاي بالنسبة لنمط الأسئلة بجامعة إدلب، أو كنا موضوع نحن متبعينه أو لحد الآن متبعينه. ما بعرف شو الوضع عندكم، باعتبار الأمور شوي أنا مثل ما قلنا صار في انقطاع لفترة منيحة، مثل ما قلنا من وقت ما رحت رحت على يعني انتقلت الجامعة على كفر على ماريا، فما عندي أي تحديث بالنسبة لموضوع شلون الشغل عندكم بالجامعة. إذا نحكي على هذا الموضوع أول. تحياتي حكيم، الله يعطيك العافية يا رب. حياك الله، نتعرف عليك، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك حكيم، أنا محمد باكير. تفضل أخ محمد، أهلا وسهلا. حكيم، بالنسبة لنمط الامتحان، يعني أول شيء نمط الامتحان عندنا هو أتمتة، يعني هذا النمط المعتمد، يعني بس مثلا في للدورة الثالثة أو كانت سابقا دورة تكميلي، يعني هون في أريحية للدكتور يغير نمط الأسئلة أو هيك شيء. الدورة الأولى يعني 95% من المواد عم بتكون مؤتمتة يعني عنا، بسبب إنه نحن ممكن بكرة هاي مادة مثلا على سبيل المثال مادة الطب النفسي يكون معها يوم أو يومين فقط، يعني فإنه خلال الفترة هاي ما راح نعرف نحضر لها فرنسي يعني، فراح تكون هي دي دراسة مراجعة مو أكتر يعني. فالنمط المؤتمت يعني هو المعتمد عنا. طيب مشكور أخ محمد، شكرا لرأيك. ما بعرف نسمع من الصبايا كمان، نسمع من البنات نشوف شو رأيهم أول شيء عشان ناخد فكرة عن موضوع شو الأمور ممكن تمشي، لأني بختلف طريقة حتى موضوع الإعطاء والتركيز إنه حسب ما نحن وين رايحين بالنسبة لنمط الأسئلة. تمام، نسمع من البنات. حدا حبيب يحكي ممكن يفتح المايك، اللي بعد إذنكم بس اللي بيحكي وخلص موضوع حكي إنه يسكر المايك عشان ما يشوش على بقية الزملاء ويشوش على الاجتماع. إذا حدا من البنات حبيب يحكي، نسمع من حدا من البنات. ما حدا حابب يحكي؟ طيب ما بعرف آسيا، باعتبار أنت متصدر الأمور، ما بعرف نسمع منك. آسيا عم تسمعينا؟ إيه ما إيه نسمع منك. مثل ما حكى زميلنا محمد، 95% من الأسئلة هي أمريكية، كون الوقت عنا قصير فدراستنا راح تختلف. إذا كان فرنسي رح تاخذ وقت اكثر. طيب وبالنسبه لموضوع اللغه الانجليزيه او مصطلح، لا كمصطلح رئيسي ممكن يجي. اوكي طيب بسيطه. في عندكم بالنسبه لمواد ثانيه او طريقه المواد اللي انتم عم تاخذوها شلون طريقه الاسئله، ممكن يكون في مثلا مثل ما حكينا في شيء مشترك، اول شيء ان ما كلها اتمته، ان ممكن يكون مثل ما النماذج اللي حكيناها وطرحناها. في عندكم مواد ثانيه طبعا بالسنوات اللي انتم موضوع فيها او بالجامعه في مواد ما اتمته؟ ايه دكتور، بس اغلبها بتكون او التكمله، اغلبها تكون بالدوره الثالثه او التكمله. الدوره موضوع الثالثه او 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 تكميليه او تكميليه قصدي. تمام طيب.
أكيد، بس في نقطة بعد إذنك. هلا بالنسبة للأسئلة المؤتمتة، هي ممكن إنه في بعض الدكاترة مثلا بيضيفوا نسبة 10% أو 15% من الأسئلة بتكون خيارات متعددة، بس يعني أغلب دكاترة حتى كمان مثلا إنه كانوا يخيرونا بين أمرين، إنه مثلا منجيب جزء من الأسئلة إجابة واحدة ولكن إنجليزي، أم منجيب مؤتمتة. فهون كان يعني انه الاختلاف بالموضوع، انه اذا بدنا مثلا نيجي قسم من الاسئله باللغه الانجليزيه ما في خيارات متعدده، وبالعكس يعني. أو ممكن نجيبها صح وخطأ. طيب هي تمام يعني. هلا ممكن اخذنا موضوع فكره منكم، وان شاء الله تعالى يعني ممكن نحكي بهذا الموضوع بشكل أكثر، مع يعني نشوفكم فيزيائي ونشوف بنحكي شوي كمان بهذا الموضوع قبل ما ناخذ قرار. لسه بكير طبعا على القرار، بس حابب أنا آخذ فكرة عشان شلون بدنا نمشي يعني بالأخير. طيب شغلة، موضوع تاني بالنسبة للمقرر. هلا الأخت آسيا ما بعتت لي المنهاج الطب النفسي الموجود اللي مقرر عندكم للدكتور مأمون مبيض أعتقد، وأنا اطلعت عليه. طبعا اطلعت عليه يعني بمعنى أني صفحته وشفت، يعني ما بعرف أن أنا هيك تصفح مبدئي، شفت اني فيه يعني حشو شوي موضوع زائد، والامور شوي يعني انا شفت هيك شوي الامور ملتبسه على بعضها. في مواضيع اني فيها اسهاب، وفي مواضيع يعني هي مقتضبه. ف يعني ما بعرف اذا حدا مطلع على المنهاج، او حدا عنده فكره او سمعان من زملائه او هيك شيء بالنسبة للمقرر، يعني ناخذ فيدباك منكم إذا نعتمده نفسه، ولا نعتمد نحن هلا بجامعة إدلب. يعني مثل ما حكينا تقريبا من حوالي، يعني مثل ما قلنا من وقت ما صار في دفعة سنة خامسة بالطب البشري، فنحن معتمدين المقرر تبع جامعة دمشق اللي بدرس في جامعة دمشق، اللي موجود فيه طبعا اللي مساهم طبعا في الإعطاء هو الدكتور يوسف لطيفي، هو أستاذنا كان، وفي أطباء تانيين، بس بشكل أساسي هو يعني أغلب المحاضرات اللي الأساسية هي للدكتور يوسف لطيفي، وهو مثل ما قلنا هو يدرس في جامعة دمشق. فهون عنا يعني كمان اني بناخذ رايكم شوي قبل ما كمان بالمقرر، اذا حدا عنده اطلاع. اذا ما حدا عنده اطلاع يعني ما بنقدر. انتوا والله انتوا مستجدين يعني، لازم يكون سنه خامسه، فاذا ما حدا عنده اطلاع يعني خلاص، ما يعني ما راح تفرق معه كثير. لا ما بعرف شو رايكم، اذا حدا بحب يحكي غير محمد وغير آسيا، نسمع من بقيه الزملاء او الموجودين معنا. نسمع من غير محمد بعد إذنكم وآسيا. السلام عليكم أبو عكيمي. السلام ورحمة الله. معك طالب محمود. عفوا، الاسم محمود ولا محمود؟ تمام، أهلا وسهلا، تفضل. حكيم، بس على ما تكون مقررات موحد، يعني يكون بيننا وبين جامعة إدلب مقرر نفسه، ما في مشكلة. مقرر أربس كان معتمدين كنا عند الطب البشري. عفوا، مقرر شو؟ أربسز، يمكن كانت أربسز، والله أعلم. هلا بالنسبة لل قلت لك المادة بجامعة إدلب، أنا بدرس الطب النفسي. الطب النفسي نحن مقررين، قلت لك مقررين، نحن ما رح نقرركم مرجع، مقررين إن المحاضرات المعتمدة في جامعة دمشق أو منهاج جامعة الشام للطب النفسي. ف والموجود عندكم بجامعة حلب اللي بعتت لي إياه آسيا هو للدكتور مأمون مبيض، هو الزلمة مشكور يعني، إن هو تقريبا من الكتاب هو من تأليفه يعني. فأنا قلت لك طلعت عليه، بس ما حسيت يعني إني يعني ممكن يكون منهاج دمشق
نحن شغالين عليه مثل ما قلت لك، يمكن شغال أكثر من 4 سنين، يعني ممكن يوصل للغاية والرسالة أكثر، والمعلومات الموجودة فيه يعني تقريبا مناسبة لطالب طب. بالنسبة شو هي لازم يعرفه عن الطب النفسي من دون يعني توسع، ومن دون يعني ما ندخل كتير نغوص، يعني بالأخير طالب، أنت طالب طب أو أنتوا طلاب طب وعندكم مقرر الطب النفسي، شو أنا بهمني كطبيب إني أعرف على الطب النفسي؟ يعني أنا بشوف يعني إني مثل ما قلت لك صرنا 4 سنين عم نعطيه، بشوف إني مناسب يعني نوصل رسالة لشيء ولازم طالب الطب إني أعرف عن مقرر الطب النفسي. تمام، نسمع من حدا تاني. كأني ما بعرف، منى رفعيده، منى الاسم مو ظاهر عندي. عمر دكتور، منى عمر، معمر معمر، تفضل اخ معمر تفضل. دكتور يعني صراحه ادلب ما عندنا يعني اطلاع عليه ابدا، ما بنعرفه، يعني ما بنعرف نقول لك ايه موافقين عليه او لا. وبالاخر يعني انت الدكتور وانت بتعرف انه الافضل لنا، ولكن كمقرر الاخذ يعني السنين الماضيه يعني لقيناه طلعنا عليه كان بالمجمل جيد يعني، وممكن انت خلال الاعطاء يعني في حال تم اعتماده ممكن تعمل عليه اضافي او حذف يعني لبعض الفقرات اللي انت شايفها يعني مثلا فيها سبب نعمل شغلات فيه مهمه مقصرين فيها ممكن يعني نضيفها خلال اعطاء المحاضره. وبنفس الوقت طيب. كمان مقرر يعني ممكن اذا موجود عندك تبعت لنا يعني نطلع عليه، او بنطلبه من طلاب ادلب بنشوفه بنطلع عليه، كمان اذا جيد يعني بنقول لك يا دكتور اعطينا منه. ومثل ما قلت دكتور بالاخر يعني طيب تمام، ممكن اني مثل ما حكينا اني هلا نشوف الشخص اللي ما عنده يعني هلا انتم كمستجدين ويعني ما رح تفرق معكم كتير، اللي بتفرق مع ممكن تفرق مع الشخص اللي حامل الماده او دي يقدم الماده، هذا ممكن يكون دارس المقرر او المنهاج وتعبان شوي عليه، وشوف ان الامر مثلا انه صار موضوع فيه تغيير يرجع يدرس مقرر ثاني، فهذا بتفرق معه. بس المستجدين، اذا كنت انت مستجد وما عندك اطلاع سابق على المنهاج فممكن الامور يختلف نوعا ما. طيب كاني آسيا رفعيده، تفضلي آسيا. دكتور هلا اخذت نظره عن منهاج الشام، في لدكتورين، دكتور ثائر حيدر والدكتور يوسف لطيفي، منهاج كتير كتير ضخم لقيته يعني كعناوين 21 محاضرة. نعم. طلاب إدلب يعني عم ياخذوا مثلا منهاج بس الدكتور يوسف؟ هلا نحن نحن بالنسبة ل قلت لك أنا عم بعطي جماعة إدلب، نحن ما هو مطلوب مننا كل العناوين، يعني نحن بس العناوين اللي بنعطيها هي المطلوبة، يعني هال 21 عنوان اللي ممكن شفتيهم ممكن نحن ما نعطي منهم أكثر من مثلا 8-9 عناوين. ما هو إني كل شيء إني العناوين الموجودة ولا ال 21 ده نعطي نحن 21 ممكن محاضرة أو هيك شيء. قلت لك يعني أنا بشوف شو طبعا شو المواضيع الأساسية أو المواضيع بالأخير طالب الطب، أنت كطالب طب شو لازمك أني تعرف عن الطب النفسي بالأخير؟ ممكن مثل ما بتعرفوا أني ما حدا رغبة له رغبة بالأصل بهذا الاختصاص، وهذا الاختصاص اختصاص يعني ما حدا ممكن يروح باتجاهه. فبالأخير يعني أنا شو لازمني أنا كطالب طب أختص بالأخير؟ ممكن أختص داخلية، ممكن أختص أطفال، ممكن أختص جراحة، وما لي موضوع رغبة بكل هالاختصاص، وفي مشاكل كتير تعرفوا عليه. يعني بالأخير أنا كطالب طب شو لازم أعرف الطب النفسي؟ فهذا الأمر نحن بنحدده، يعني مو شرط أني نحن كل شيء موجود في مقرر دمشق أن كل العناوين تكون مقررة ومطلوبة، نعطيه بس هو المطلوب. تمام. إذا هيك بالنسبة لمقرر هو عبارة عن ترجمة لحكي الدكتور، يعني الدكتور ما كان مثلا عاطيه محاضرات وهم مترجمين أو كذا، لأن هو غير منهاجه عن السنة اللي قبلها، كان عاطي كتاب للطلاب على سوريا
بس كان عدد بالدفعة الثانية أكبر فما حسني بعد، لذلك أغير له. يعني هو عبارة عن ترجمة طلاب، أكيد راح يطلع فيه أخطاء وشغلات مو مفهومة. يعني هلا المقرر اللي انت بعثتي لي، عفوا المقرر اللي بعثتي لي اياه هو يعني ترجم الطلاب، هو كان باللغه الانجليزيه مثلا وترجموه الشباب، يعني اني مجموعه من الزملاء او هيك شيء؟ لا، تفريغ لحكي الدكتور اثناء المحاضره. يعني هذا ايوه هذا هو عباره عن كلام الدكتور، يعني ما هو بالضبط. اني هو ما هو اني هو مثلا كتاب يعني من موضوع فرضا من تأليفه أو هيك شيء، يعني حكيه بس عبارة عن زبطوه بكتاب، أو أني بهاي المحاضرات اللي عطاها أني حكيه أني تم نقله، مو هيك؟ هيك قصدك؟ على حسب منن ايه. طيب 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 اذا مو كله مطلوب، العناوين الرئيسية اللي بتهمنا فالافضل نتبعه. طيب على كل حال تمام، يعني مثل ما هلا نحن عم نتبادل الآراء لبين ما ناخد طبعا قرار نهائي بوين بأي اتجاه نحن ممكن نروح. طيب أول طيب نحن نتفق كمان على المواعيد بالنسبة للأونلاين وبالنسبة للفيزيائي، شو وضعكم بجامعة حلب بالنسبة للدوام الفيزيائي؟ اني انا شايف اني بس 3 ايام عندكم، بس يمكن 3 ايام دول المحاضرات اللي بعتي ليهم اني، وبعدين 3 ايام مفرغات او استاجات، شلون طبيعه الدوام؟ يا دكتور 3 ايام سبت احد اثنين بالجامعه، وبقيه الايام بالمشفى استاجات. بالمشفى وين بالدوام؟ يعني بتيجوا لهون؟ انا بعرف في قسم من طلاب جامعه حلب بيجوا لهون على ضمن مشافي ادلب او هيك شيء. نعم، كونوا معنا مش في الجامعة تمام فالطلاب. تمام معناتها ان تواجد الطلاب او المحاضرات النظري بدها تكون ضمن سبت احد اثنين، يعني ما ممكن تكون مثلا ثلاثة اربعة خميس، او ممكن يكون واحد محاضرتنا ممكن الفيزيائية بحكي ان تكون ضمن الثلاث ايام التانيات، ولا بس عندكم هالثلاث ايام دوام نظري؟ حاليا هالثلاث ايام دوام نظري. يعني بفهم منك ان نحن اذا بدنا نعطي اذا نوجد فيزيائي بيكون بواحد من هالثلاث ايام، مو هيك؟ طيب طيب انا بدي اشوف شلون الامور اذا يعني تواجد موضوع الفيزيائي يكون ضمن هالثلاث ايام، شلون بدي اضبط اموري؟ طيب هاي بالنسبه للفيزيائي، معناتها انا اجباري اني عندكم ثلاث ايام نظري، اذا بدنا نعطي فيزيائي او يكون موجود فيزيائي لازم اني خلال سبت احد اثنين واحد من هالثلاث ايام، مو هيك؟ ايه باذن الله. تمام. الشغله الموضوع الثاني بالنسبه للمحاضرات الاونلاين، ايمت التوقيت المناسب لكم؟ مثل هذا التوقيت مناسب وبهذا اليوم ولا يعني مثلا ان نثبت الاونلاين مواعيد الاونلاين يوم الاحد مثلا الساعه 7 للساعه 9 او من 7 من 7 للتسعة هو ساعتين، ونشوف حسب الامور التيسير، يعني نثبت يوم الاحد، انا اثبت يعني ان الاحد مناسب لكم. ايه تمام دكتور. احد الاحد الاحد مساء من 7 للتسعة باذن الله. طيب بسيطة هاي ممكن اني بالنسبة ل شلون طبيعة المحاضرات وطبيعة الفيزيائي. طيب هلا نحن اليوم ان شاء الله تعالى يعني شوي بتعرفوا اني اول لقاء هو بندخل شوي بالتفاصيل، في تفاصيل نعرف شلون اني نحط بروسيس او شيء موضوع اني منهاج معين او نعرف وين رايحين. طيب كنت بدي استفسر ان الدكتور مأمون ان هو ليش ما عاد يعطي الماده، او ليش انه صار يعني ممكن ما هو تابع بهذا الامر، ما بعرف اذا حدا عنده اطلاع من الشباب او من البنات. ما خبرونا انه ما عاد يعطيكم، يعني ما خبرونا الاداره باي تفصيل. ايوه يعني قصدي ان الدكتور هو كان عم بيعطي المادة، يعني هو اعتذر مثلا بعد ولا تواصلوا معي اني لاني هو اعتذر، لا هو اني مثلا عنده ظرف عنده شيء، ما في هيك شيء معلومة؟
والله يا دكتور ما حدا خبرنا يعني ما عندنا اي طيب ما حدا خبركم. طيب بسيطه هلا طريقه اذا بدنا نعرض يعني شيء على الشاشه، ما بعرف اني ممكن مشاركه الشاشه معكم، اني في ممكن انت عندكم اني اذا نعرض شيء على الشاشه لازم يكون هيك في شيء ملف او شاشه اي انا هلا نشوف اني اول شيء هلا هي مشاركه نشوف هلا هيك الشاشه مبينه عندكم؟ لا دكتور لسه ما ظهرت. لسه ما ظهرت ها؟ تمام طيب بسيطه. خليني اول شيء احط الملف على سطح المكتب وبعدين نشوف شلون نمشي. هلا احكوا لنا شوي اذا نحكي على موضوع الطب النفسي، ان شو عندكم فكره عن الامراض النفسيه، عن الطب النفسي بشكل عام، شو في بالكم بالنسبه للطب النفسي؟ اذا حدا بحب يشاركنا طبعا، ما احنا دائما يعني يكون حدا جديد بعد اذنكم، شو فكرتكم على الطب النفسي؟ إذا حدا بحب يحكي يفتح المايك ويحكي. معلش أخي بس عرفنا عن حالك بعد إذنك وتفضل. أنا عرفت أول مرة محمد باكي. أنت اللي حكيت أول مرة أيوه تفضل، نحن بنحب نسمع أصوات جديدة. أهلا وسهلا محمد تفضل تفضل شاركنا تفضل. هلا حكيم بالنسبة للأمراض النفسية هي أول شيء هي أمراض غير عضوية، يعني ما في إنه منطقة معينة من الجسم أو عضو معين مصاب بمرض. المرض بيكون موجود بيأثر على سلوك الشخص مثلا أو على حالته البدنية، ممكن أنه هي الأصل تكون حالة نفسية مرض غير عضوي وبعدين بيأثر على عمل الأعضاء الثانية مثلا الدماغ أو التفكير أو الاكتئاب أو إلى آخره يعني. فبس أنه هو أنا فكرتي عنه أنه هو مرض غير عضوي يعني. أيوة مرض غير عضوي تمام. حدا بحب يشاركنا كمان غير الأخ محمد؟ راح النت من عندي راح النت من عندك. طيب حدا غير الأخ محمد؟ مشكور محمد على مداخلتك تفضل. ممكن يكون خلل بالنواقل العصبية، وغالبية المرضى النفسيين بيكونوا عدوانيين أكثر، فبنشوفهم إنه بالأمراض المصحات العقلية أكثر ما يكونوا مثلا بالبيوت أو غيره. طيب تماما. اذا في حدا كمان حابب يشاركنا شو فكرتكم على الطب النفسي، كمان اذا خلي نكون يعني شوي علميين اكثر، اني شو بتعرفوا كمان من الامراض النفسيه، يعني اني شو بتسمعوا عن اسماء من الاضطرابات النفسيه، اذا حدا حابب يحكي. مثلا ثنائي القطب نعم. هو نوب من الهلوسة ونوب من الاكتئاب يمكن هيك. نوب من الاكتئاب او الهلوسة. طيب شو فكرتكم عن المادة يعني او الثقافة، خلينا نقول ثقافة الناس او المجتمع بالنسبة للأمراض النفسية؟ حكيم هذا بالنسبة لمجتمعنا بتكون ثقافة الناس بينظروا للأمراض النفسية لأنه هي متعلقة بالجن، متعلقة بالدين، متعلقة ما بعرف إيش يعني، فنظرة خطأ يعني هي. نعم. طيب هلا أنا بحاول أشارك الشاشة بس ما بعرف كأني لحد الآن ما مشي الحال. طيب بسيطة ما في مشكلة، إني مثل ما حكينا نحن اليوم هي مقدمة عن الطب النفسي. المقدمة دائما بتعرفوا ان بنحكي بأمور الهيستوري
تاريخ، ممكن نحكي شو هي عن المفاهيم والمعتقدات يعني الخاطئة عن الطب النفسي. تمام، أني شو برأيكم المعتقدات عن مثل ما قلنا عن الطب النفسي، مثل ما حكينا ثقافة الناس أني بالنسبة للطب النفسي، يعني هل هو الناس أن هذا الطب فعلا بمارسه، مين بمارس هذا الطب، وأن فعلا في شيء اسمه أمراض نفسية؟ يعني شو فكرتهم عن بيشتغلوا في العاملين في هذا المجال أو بتعاطوا مع هذه الفئة من المرضى؟ شو رأيكم، شو المفاهيم اللي موجودة بالمجتمع فيما يخص المرضى النفسيين أو الطب النفسي أو العاملين في المجال النفسي، أو إن ثقافة الناس، أو ونحن طبعا بيناتهم، يعني لو أنتم مثلا، نحن أنتم عم تدرسوا طب، ونحن يعني هاي الشيء في عوائلكم، في ثقافتنا، ثقافة المجتمع عن موضوع الأمراض النفسية والطب النفسي، حابين نسمع منكم شو هي المفاهيم، خلينا نقول عن المرضى وعن المرض وعن الكادر، يعني أي شيء فيما يتعلق بالطب النفسي. إذا حدا حابب يحكي. هلا الناس دائما بيقولوا عن مريض هو مجنون. نعم تمام، اني من المفاهيم طبعا نحن نحكي عن المفاهيم الخاطئة فيما يخص الطب النفسي والمرضى النفسيين، اني كل شخص بروح للطبيب النفسي هو شخص مجنون او فاقد للعقل، او مثل ما بقولوا بالعامية مهبول. هذا يعني ما حدا بروح عن طبيب نفسي او براجع عيادة نفسية او مصح نفسي لو يكون هذا خلاص يعني فصل او فيصل او مجنون، او بيعرفوا ان المرضى النفسيين ان اشخاص بيمشوا بالشوارع بيحكوا مع حالهم، في عندهم اهمال موضوع للمظهر الذاتي، للعناية الذاتية، يعني بقولوا هدول اللي بروح عن طبيب نفسي. شو رأيكم؟ هدول اللي براجعوا العيادة النفسية والطب النفسي. هذا طبعا من المعتقدات الخاطئة، إن كل شخص بروح على عيادة نفسية وبراجع طبيب نفسي أو مركز نفسي أو مركز مختص بالطب النفسي، بقولوا هذا جن أو عبد جن أو جينين أو فقد عقله أو انهبل أو درويش أو على البركة. شو رأيكم؟ شو رأيكم بهالكلام؟ هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ أكيد خاطئ. طيب تمام، ليش خاطئ؟ يعني صح ممكن، تمام، بس ليش خاطئ؟ حدا عنده إجابة؟ ليش هذا؟ نحن يعني هاي مش شيء بديهي إن نحن نقول إنه فعلا هذا شيء خاطئ. طيب هل يكفي هذا الكلام؟ يعني ليش ان هذا الكلام خاطئ او هاي مفاهيم خاطئة؟ السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور، حياك الله دكتور. نظرة المجتمع بشكل عام للأمراض النفسية، بس نتعرف عليك بعد إذنك. الاسم صلاح الدين جلب. صلاح الدين جلب، أهلا وسهلا، تفضل. تمام دكتور، بشكل عام نظرة المجتمع صارت للأمراض النفسية بشكل عام صارت نمطية، بحيث أنه العالم صارت تستهجن الموضوع وتنظر بأنه مثل ما تفضلت حضرتك، أي حدا ممكن يراجع العيادة النفسية فهو شخص معناته مؤهب للجنون أو في ضرب من الجنون، فصار في نفور من الناس بأنه حتى إذا الشخص عانى من متلازمة اكتئابية أو تنازل اكتئابي وأعراض قد تصل أحيانا للانتحار، لكن خلاص بالنظر للناس إن هو بس إذا توجه للروحانيات مثل الصلاة أو كذا ممكن هالشي يحول إني دون ما يمرض، فإن هالشي كافي وإنه عبارة عن نقص أو خلل بدينه وليس مشكلة عضوية بسيكولوجية الدماغ أو فيزيولوجيته. طيب تمام، مشكور أخ صلاح مهيب. نعم دكتور مشكور. أهلين أخ صلاح، مشكور. هلا أنت كمان ضويت لنا على شغلي، إني من هني ضمن المفاهيم طبعا الخاطئة بنقول هل الأمراض النفسية، أو إني واحد إني لما بصاب بمرض نفسي، أو الشخص لما بصيبه مرض نفسي معناته مثل ما إنه شخص وله عديم الإيمان أو إيمانه ضعيف أو تعلقه برب العالمين قليل أو لا يؤمن بالقضاء والقدر، أو هو الله عليم شو مساوي لحتى الله
هيك ابتلى بهذا المرض، أو أني جماعة المؤمنين والصالحين والأنبياء والأولياء وأئمة الجوامع والمساجد ما بصيبوا مرض نفسي. شو هل رأيكم هذا الكلام صحيح؟ يعني أن الأمراض النفسية هي فكرتها أني مثل ما قلنا لا تصيب المؤمنين والصالحين وأئمة الجوامع والدعاة، لا أني ولا لا أني هذا الأمر خاطئ، والأمراض النفسية مثل ما نحن بنقول ما حد عرسه خيمة مين ما كان يكون، لا الطبيب النفسي ولا طبيب ولا ممرض ولا طفل ولا كبير ولا صغير ولا أبيض ولا أسود ولا ملحد ولا كافر، تمام؟ إن الأمراض النفسية ما هي مرتبطة بهذا الكلام. شو رأيكم إذا بنسمع من حدا تاني غير صلاح إني على هذا المعتقد الخاطئ اللي هو بالنسبة للاضطرابات النفسية إني الأمراض النفسية يا أخي ما بتصيب هدول جماعة المؤمنين الصادقين المحتسبين، تصيب بس جماعة هدول الملة الثانية، أو إذا واحد انصاب بمرض نفسي بقول له أنت لأني في عندك ضعف إيمان وأنت بعيد صرت بعيد كثير عن رب العالمين. الموضوع طبعا هو إشكالية كبيرة وكثير موضوع هذا الموضوع كثير ممكن يكون شوي معقد وحتى مشوش بالنسبة لبعض الناس أو بعض الأشخاص أو يلتبس عليهم هذا الأمر. شو رأيكم؟ نسمع كمان من غير الأخوة اللي حكوا، إذا ما بعرف البنات يحبوا شاركونا مع أني هو أونلاين، يعني ما بعرف عنا مشكلة، أنا بخاف أنا بس أن يكون ليش أنا ما بحبز كثير الأونلاين دائما فيه مشاكل، بخاف تحيطين السماعات وملتهية بغير شغلة، أو ما لكم حيطين السماعات بالأصل نسمع تسجيل المحاضرة وفضيتي يا عرب. إذا بنسمع كمان غير من الأخ صلاح اللي غير الأخوة اللي حكوا، لازم يكون معنا 24 واحد 24 شخص، اللي حكوا لحد الآن لا يتجاوزوا الأربعة. إذا بنسمع من حدا تاني بس يفتح الماك ويحكي أي شيء أي شيء، ما شرط أني نحن عم نحكي على ثقافة، عم نحكي على مجتمع نحن جزء أساسي منه. يعطيك العافية دكتور، بس أنا ما كان عندي نت من 5 دقائق لحتى فتت على المحاضرة. ماشي أهلا وسهلا، تعرفنا بحضرتك أول. غيث سرجاوي. غيث أهلا وسهلا غيث. طيب إذا في حدا معنا من الأخوة اللي كانوا معنا أو الأخوات اللي سمعوا الشيء اللي كنا عم نحكي فيه حبوا يشاركونا. تمام، ما حدا حبيب يحكي؟ ما المحاضرات الأونلاين ليش هيك جامدة؟ وهي ما المادة الطب النفسي عموما يعني هي مادة يعني ما فيها عملي، ما هي مادة موضوع، هي مادة يعني شوي موضوع جامدة، فإذا ما صار رياكتيف يعني مشاركة وتبادل موضوع بالآراء وكنتوا جزء من المحاضرة ما بكفي إني بس تسمعوا التسجيل، طيب مثل ما قلنا تسجل المحاضرة بترتفع التسجيل نسمع التسجيل وخلاص فضت يا رب. شو رأيكم الموجودين معنا طبعا والمان نايمين وموجودين معنا إذا بحبوا يشاركونا؟ حكيم نحن ما عندنا فكرة واسعة عن طب النفس بشكل جيد يعني نحن عم نحكي عن ثقافة مجتمع، ما هو شرط تقول عندك يعني بعرف أنا شو يعني بعرف إن أنتوا لسه مستجدين يعني بما يخص السنة الخامسة، وهو نحن عم نحكي عن ثقافة مجتمع، نحن عم نقول المجتمع هذا مفهوم غالق من المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالطب النفسي اللي الجنون مثلا وفاقد العقل. وشغلة تانية إني حكينا أو حكى زميلكم إني أخي
اني من المفاهيم اني يا اخي الامراض النفسيه اللي بصيبه مرض نفسي هو شخص ايمانه ضعيف، تعلقه برب العالمين هو بعيد، ما عنده ايمان بالقضاء والقدر. هي ثقافه ناس او ثقافه مجتمع او بقولوا له. يعني انا مثلا احكي لكم اني في عندي مريضه بتراجعني شو اسمها على العياده الخاصه. المريضة بيجي مع ابنها، ابنها عمره تقريبا شي 25 سنة، 24 25 سنة. المريضة هي أمه، يعني مشخص لها تشخيص مرضها هو البايبولار. البايبولار هو عبارة عن نوبات من الهوس ومترافقة بنوبات من الدبرشن أو الاكتئاب، مينيا مع دبرشن اللي بصير مثل ما قلنا المرض اسمه اضطراب ثنائي القطب او باي بولار. ف من ضمن الامور طبعا السايكو اديوكيشن، التثقيف النفسي فيما يخص المرض، اني لازم تحكي للمريض واهله ومرافقينه شو معه، وهذا حقه انه يعرف شو مرضي بالاخير، يا دكتور شو مرضي انا، شو عم بصير معي. تمام. فمن ضمن التثقيف النفسي نحن نشرح المرض، النهاية شو هذا المرض وشو الأعراض وشو العلامات وشلون تواتر أو الكورس تبع المرض، شلون بيجي المرض وشلون البروغنوزز أو إنذار المرض، ولأيمت أضل أخذ دواء وشو الأدوية وليش عم تعطيني هذا الدواء، وأيمت ممكن هذا المرض يضل مع طول عمره، لا ممكن تنكس، ممكن تطيب، ممكن ترجع طبيعية، وإلى آخره. فمن ضمن الأمور اللي عم بحكي ابنه، بحكي قال لي يا دكتور أنا بعرف شو ليش أمي إصابة هيك أو ليش عم بصير معي هيك. قلنا له تفضل. قال لأني أمي ما بتصلي، بتعطش كثير بالصلاة، أمي ما ملتزمة بالأمور الدينية بشكل جيد، يعني هي ما بتحكي عن الناس، تعرف إن النسوان وحكي النسوان، بتحكي في غيبة في نميمة، ما ملتزمة بصلاتها بشكل جيد، ما مطيعة على أبوي بشكل جيد. فهيك صار مع هذا المرض. هي لو أني بتصلي بشكل كويس وبتعبد ربها بشكل كويس وقريبة من رب العالمين ما كان صاب هذا المرض. هذا ضمن ثقافة شعبنا. هو عم بحكي عن أمه وعم بحكي عن اضطراب نفسي، عم بحكي أني قلنا له يا أخي أي أمك معها واحد اثنين ثلاثة، أو هذا مرض نفسي أو من الاضطرابات النفسية المعروفة. بس هو برأيه أو ثقافة الناس أن هي لأني ما بتصلي، هي بتقطش كثير بالصلاة، هي ما ملتزمة، هي ما مطيعة على أبو، هي بتحكي عندها غيبة ونميمة عن الناس، هي ما بتحط حجاب على الصور، جزء من شعرها بضل مبين مثلا. تمام. هيك هذا فكره، أن الأفكار موضوع بالثقافة والمفاهيم، هذا أن هذا مرض نفسي، المرض النفسي سببه هو اني بعده عن الله او هي لاني ما هي ملتزمه. تمام. والشغله الثانيه بتشوفوها كثير اني يا اخي الامراض النفسيه ما بتصيب هذول جماعه المؤمنين الصادقين المحتسبين، ما بتصيبهم. يعني اذا كنت انت مؤمن ما لازم يصيبك اكتئاب. تمام. ما بصير تقنط، ما بصير يصيبك يأس. اذا انت مؤمن حق وصادق ما بصير يصيبك اكتئاب، هذا الاكتئاب بصير بس هذول الجماعة التانيين. فها كمان ضمن ثقافة شعبنا، بتسمعوها من الناس العوام. يعني هاي ثقافة، ما عم نحكي علم للساعة. يعني هاي مفاهيم خاطئة مرتبطة بالطب النفسي. الأمراض النفسية يا أخي لا تصيب، ما بصيب غير هذول الجماعة المؤمنين أو مثل ما قلنا البعيدين كثير عن الله عز وجل. فهي ضمن ثقافة شعبنا، يعني ما بنحكي، عم نحكي مفاهيم موجودة بالمجتمع، ونحن من جزء من هذا المجتمع. تمام. أو الشيء الثاني، المفاهيم عن الطب النفسي أنه بالنسبة للجنون أو فاقد العقل. هذا ليش؟ إن كل واحد بروح تراجع طبيب نفسي أو عيادة نفسية، معروف إن هل هو شخص، إن كل واحد بروح على عيادة نفسية أو راجع طبيب نفسي فهو شخص صار مجنون وفاقد الأهلية وما لا يورث وبحرموه من حقوقه المدنية، وإذا عنده مرأة متجوز مرأة بروحوا بطلقوها منه، أو أني هذا يا أخي جوزك صار مجنون فشو تضلي عنده. تمام. أو بفرض وصي عليه
أو نقول هذا خلاص ساح الشوارع، هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ مفاهيم خاطئة عن الطب النفسي. كمان موضوع ارتباط الأمراض النفسية بتعرفوا بموضوع الشعوذة وموضوع الدجل وموضوع التلبس، وإني بقول لك هذا مو مرض نفسي، هذول هذا بده قراءة، بده رقية شرعية، هذا بده يتحمم بمي مقرية عليها، هذا بده ناخد شيء من أثره ونقرأ عليه ويرجع يتحمم فيه، تمام؟ أو تحطه تحت شيء محل، أو هاي عينه صابته، أو هذا حسد، تمام؟ هاي كلها من ثقافة شعبنا بالنسبة للاضطرابات النفسية، إن في جني لبسه وبتروه بتعرفه أغلب، أو نحن عنا أكتر، ما رح نقولكم 100%، بس أكثر من 70-80% من المرضى اللي ممكن يراجعوا طبيب مختص أو طابع عيادة نفسية، هن أكيد رايحين على 3 أو 4 أو 5 شيوخ قبل، بعدين ممكن يقولوا لهم أو إن حدا ينصحهم يروحوا يراجعوا يا أخي طبيب. يعني بيقولوا هذا الشيء العبصير هو تلبس، هذا جن لابسه، ولازم نطالع الجني اللي متلبسه أو متلبسه. هاي كلها ثقافة شعب بالنسبة لثقافة الشعب وثقافة مجتمعنا بالنسبة لما يخص الأمراض النفسية. يعني أول شيء بقول لك إن هي عينه صابته، تمام، أو حسدوه لأن عيونه زرق وشعره أحمر، فعين حسد فصار معه هيك، صارت تحكي مع حالها وصارت تمشي بالشوارع، صارت تكسر وما عادت تنام، عين صابته، تمام. أو جوزة مثلا معاملته موضوع سيئة أو بعامله بشكل سيء ومضطهدة ومتنمر، طبعا إنه ممكن بضربه بعنفه، فلذلك إن هي صار معها فصام أو سكيزوفرينيا نتيجة المعاملة السيئة من جوزها. كان دائما يضربها على راسها، كان دائما يشدها من شعرها، ففصلت بالأخير. هذا الكلام صحيح ولا بتسمعوا كتير قصص هيك، أو كتير تفسير للأمراض النفسية والاضطرابات النفسية تفسر بهذا الشكل؟ يعني وهذا مثل ما أنا هو ثقافة مجتمعنا، ما بنحكي نحن الله لسه لا بعلم ولا باضطرابات ولا بأعراض ولا بعلامات، لا بسيمتومز ولا بساينس ولا بديجنوزز ولا ديفرنشال ديجنوزز أو تشخيص تفريقي ولا تريتمنت أو علاج، عم نحكي عن المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالطب النفسي. نسمع منكم كمان، أنا حكيت شوي كأني مهدت لكم شوية الطريق، نسمع منكم. يعني مو معقول ما حدا يعني سواء كان جاره ابن عمه ابن أخته، ممكن يكون هو مر بأزمة نفسية، ممكن يكون أخوه، ممكن أبوه، ممكن أمه، يحكي لنا شوي عن الشيء موضوع النفسي أو الشيء اللي حكيناه. يعني نقولكم أن الأمراض النفسية هي طبعاً أني تقولوا أني والله كل مين بحكي لطرفه، بس الأمراض النفسية هي أمراض شائعة شئنا أم أبينا. لو راح الشخص بالأخير أو فسروه ألف تفسير وراح عند شيخ وراح عند راقي شرعي وراح عند مساعوز وراح عند طبيب عام وراح عند طبيب أخصائي بالأمراض العصبية أو أخصائي جراحة عصبية بيشتغلوا بالطب النفسي، لأن الطب النفسي للأسف كله بيعتدي على الطب النفسي، كله بتعدى على الطب النفسي، تمام. شان إيش برأيكم إني الناس مثل ما قلنا، يعني الناس تتجنب إني تروح عن طبيب نفسي أو تراجع طبيب نفسي، مثل ما حكينا بسبب شو؟ مثل ما قلنا بسبب الوصمة، لا بسبب الوصمة واستجمة أن بس شخص مثل ما قلنا والله راح عن طبيب نفسي وبده استشارة نفسية أني خلاص نعم جن، هذا فقد عقله، هذا هستر، هذا مشي بالشارع، أو بزمناته فلاني سألوا عنا والله قالوا بتراجع طبيب نفسي أو براحت على طبيب نفسي، تمام، أو بزماناته أبوه أو أخوه كان عنده مرض نفسي أو مات انتحر،
سبب وفاته أن هو نهى حياته بالانتحار، فهي وصمة. فالعالم تتجنب والناس تتجنب طبعا تروح عن طبيب نفسي معناتها إلا عشان تتجنب هي الوصمة. وفي شيء اسمه يعني حتى طبعا هي الشيء اللي عم نحكيه هو لا تفكروا أني خاص بس بثقافتنا وبمجتمعنا، أن الأمراض النفسية الفكرة الناس أو تعامل الناس مع الأمراض النفسية أني بس هذا الكلام ينطبق علينا نحن كأمة عربية وإسلامية، لا هذا موجود في كل المجتمعات هي الفكرة. والمنظمة الصحة العالمية WHO باعتبار هي مسؤولة أو معنية بالأمراض على بشكل عام، ففي شيء اسمه الجمعية العامة شكلوا لمكافحة الوصمة، الجمعية العامة لمكافحة الوصمة. الوصمة شو هي يعني أستاذ؟ يعني هي نظرة الناس على المريض النفسي، ومثل ما حكينا هاي استجمة ما هي خاصة بالمريض بس، الوصمة ما بتلحق بس المريض، تلحق كل شيء بتعامل مع المريض أو يخص المريض. يعني إذا مثل ما حكينا إذا واحد عنده أخ معه فصام، فهذا الشخص اللي معه الفصام مو بس يعني هو رح يتأثر، رح يقولوا طبعا ان هذا اخوه فصامي او اخوه مثل ما بقولوا بالعامية مجنون او بيمشي بالشوارع، فبيقولوا ان في معناتها هاي الامراض تعرفوا بتدخل طبعا فيها موضوع الجينيتيك او الوراثة، معناتها هذا ما بنقدر نعطيه لان اذا طلع لعمه يا لطيف الولد، او اني ممكن يجيب من اولاده اني حدا معه فصام تمام، او الاب نهى حياته بالانتحار، شلون دخلوا انت تخطب من هاي العيله اللي فيها عندهم واحد فصامي وواحد ابوه من نهى حياته بالانتحار. فكل شيء يلوز بالمريض تمام هو يلحق وصمه تمام، يلحق وصمه. يعني نحن مثلا الطبيب النفسي، الطبيب النفسي ما بيلحق وصمه، يعني الطبيب النفسي بيقول لك ان الطبيب النفسي هو طبيب جنين تمام، وبصير بتدقيق على كل تصرفاته وكل كلامه وكل حكيه وكل هاي، بقول اكيد يعني ان يا اخي البعاشر رقوم 40 يوم بصير منه فيه في وصمه. معناتها اللي بيشتغلوا بالامراض النفسيه، التمريض، العمال موضوع الخدمه، عمال الدعم النفسي الاجتماعي تمام، حتى الموظفين اللي بيكونوا اداريين ما لهم يعني ما لهم تواصل او ما لهم احتكاك مع المريض النفسي، بتلاقي اذا يعني بالمجتمع بقول له وين بتشتغل، بقول له بشتغل بمشفى الامراض النفسيه، يعني بالتويريني يعني مع المجانين قصدك، ها انا بقول ليش اني انت عم تتصرف هيك، عم بقول ليش عم تحكي، عم بقول ليش عم تضحك، عم بقول ليش هيك عم تتصرف، يقول لي هيك من اول اني انت بتشتغل مع المجانين. فهي الوصمه او الستيغما لا تخص المريض النفسي فقط، ان كل شيء مرتبط بالمريض النفسي، من سواء كل شيء بتعامل معه مرتبط فيه بدها تلحق الوصمة أو الستيغما أو نظرة الناس للشخص نفسه أو مثل ما قلنا الأشخاص محيطين فيه، سواء كان أقاربه، سواء كان مثل ما قلنا الأطباء اللي عم بتعامل مع المرضى النفسيين، التمريض، الكادر، موضوع الموجود اللي بيعمل فيه ضمن مشافي أمراض نفسية أو عيادات نفسية. هي ثقافة ناس، هي ثقافة مجتمع. وقلت لك أن احنا اللي حكينا أن هذا مو خاص فينا بس، يعني كمجتمعنا هذا كل شيء فيما يخص الطب النفسي سواء كان عنا ولا برا أو في المجتمعات الثانية. ومثل ما قلنا الـ WHO أو منظمة الصحة العالمية ساوت شيء اسمه الجمعية العامة لمكافحة الوصمة نتيجة هذا الشيء تمام. فهذا اللي عم نحكيه هلا حاليا مبدئيا، شو هذا الطب النفسي يا معلم؟ ليش في طب نفسي؟ ليش في أمراض نفسية؟ تمام؟ يعني بزمناته أجاني موضوع شيخ وإمام إمام جامع عنده بنته تعاني من اضطراب نفسي. المهم بعد ما هو طبعا أنا إمام وهي بنتي كلها مع أمراض نفسي، شو هالحكي، شو هالمسخرة هاي؟ تمام؟
بعد ما هو مثل ما بقولوا عفس فيه لشبع وسأل شيخه شيخ شيخه وهدول الجماعة تمام ما طلع معه شيء. أخي ما بنت يعني عندها اضطراب نفسي ومن دون ما يشوفها طبيب ومن دون ما تعالج هذا كله حكي مثل ما قلنا بعزو الأمراض النفسية لموضوع تلبس وجن وشيطان وسعدان تمام. بالأخير جابنا عنه اضطر أن يجيبها يعرض على طبيب نفسي لأنه طلعت من بين إيديهم تمام. بعد طبعا ما أخذنا موضوع قصة وفصلنا وإلى آخره جينا موضوع حكينا نحن في شقين تعرفوا أو ممكن تسمعوا بالنسبة للأمراض النفسية اللي هي بتتميز طبعا عن الأمراض العضوية أو الباطنية أو الجراحية أو إلى آخره. إن في عنا شقين أو الفريق في عنا فريق بتعامل مع لازم تعامل مع المريض النفسي غير موضوع الطبيب. في الطبيب زائد موضوع المعالج النفسي أو الأخصائي النفسي اللي طبعا بيكونوا دارسين إرشاد نفسي اللي هن بتعاملوا مع الأمراض النفسية. المهم طبعا نحن من ضمن بعد ما كتبنا دواء وشخصنا وإلى آخره أن في شوية موضوع أن نحن نسميه التداخلات طبعا التداخلات الغير دوائية أو السيكوثيرابي أو المعالجة النفسية. السيكوثيرابي تريتمنت أني لازم مثل ما أنا بعد التثقيف النفسي أني في شيء أني نحكي على المعالجة الداعمة، العلاج موضوع الفاميلي سيرابي، العلاج موضوع العائلي، السبورتوف سيرابي المعالجة من الداعمة، السوشيال سيرابي السوشياليزم سيرابي أو المعالجة الاجتماعية. جينا دخلنا بهذا الباب يعني يا دكتور هاي شغلة هاي شغلتنا أصلا. هذا هو أبوه الإمام إن هي شغلتنا أصلاً. أنا عن 100 طبيب نفسي بحكي يعني بالنسبة لهاي الأمور المعالجة مثل ما حكينا المعالجة غير الدوائية. قال أنا بس شغلي أعطيني بس الدواء يعني أنت شو الدواء ضغط أعطيه يا وهاي الأمور خلاص يعني هاي حفظانية بصم يعني. أنا أصلاً كتير بعالج ناس بالشي اللي أنتوا عم تحكوا يعني مثل ما قلنا أي حديث تطمين تشجيع زيارات عائلية فاكرين هي التداخلات الغير دوائية. قال أنا عن 100 طبيب نفسي يعني شان هذا الجلسات أنا ممكن تحضر جلسات أو تجيبها طبعا بعد ما تتحسن شوي تروح الأكيوت سيمتومز أو الحالة الحادة ممكن تجيبها يشوفها معالج نفسي أو الأخصائي النفسي الموجود معنا بالعيادة شان هاي الأمور يزبط لك هاي الأمور اللي عم نحكيها. إيه قال يا دكتور ما في داعي أنا عن 100 ومعالج نفسي أنا بعرف قدون 20,000 مرة ليش بدك تجيبني خلاص أعطيني الدواء وخلاص وأنا براجعك لك. فهي ثقافة موضوع مجتمعنا أنه مثل ما قلنا أنه الأمراض النفسية هي مثل ما قلنا أي واحد بصير حفظان كلمتين أو عنده خبرة شوي بالحياة أنه ممكن هو يشتغل مرشد نفسي كمان أو داعم نفسي. طيب حدا حابب يحكي؟ نحن بنحكي بشكل مثل ما قلنا مفاهيم خاطئة موجودة بالمجتمع وهذا شيء مثل ما قلنا ما عم نحكي عم نحكي على شيء كل أغلبكم لازم يكون مر أو عنده اطلاع أو سمع بهذا الشيء اللي عم نحكيه. الله معقول ما حدا عم نحكي. السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليكي يسرى الأمين. يسرى الأمين أهلي أخت يسرى تفضلي. من يعني أحد الحالات يعني أنا سمعتها مرة كمان إنه وحدة إنه عندها اكتئاب عطول إنه أنا عندي اكتئاب بس الحواليها إنه إيش معتقدين إنه أنت مأمل لك كل شيء وعندك كل شيء من وين إنه ممكن يجيك الاكتئاب. فكمان في نظرة إنه إذا أنت عندك كل شيء ودوم إنه سعيدة وطيلة وهيك ما مستحيل يصيبك اكتئاب. فهي كمان أحد الأفكار المغلوطة. وكمان بالنسبة للطبيب حتى نحن يعني لما حدا يسألنا إيش راح تختص ونقول مثلا طب نفسي
بكرة بتصير مجنون، لأنه رح إنه تعالج كتير ناس تسمع قصصهم فبتصير مثلهم. فحتى نحن هاي مو بس إنه من مجتمعنا، من بعض الأطباء أو يعني أو طلاب طب كمان، إنه لما نقول مثلا بدنا طب نفسي بقولوا لك يا بكرة الله يعينك شو قدك تقضي يعني. لا لا تمام. أنا تمام، مشكورات يسرى، ما بعرف إذا الاسم منها لفظته صح. تمام تمام، هذا الشيء اللي حابب إني أسمع منكم، إني هذا الشيء اللي كل الناس بتعرفه أو كل الناس بتحكي، إني الشيء اللي ذكرتيه، يعني ليش مثلا طلاب الطب ما حدا عنده رغبة تسأل موضوع كل طلاب الطب، يعني بتخرجوا فرضا 300 شخص أو 500 بالسنة. إذا سألنا 500 مين بحب يختص طب نفسي، يمكن تلاقي واحد، ممكن ما تلاقي. ليش؟ في أسباب كتير، من ضمن الأسباب اللي عم نحكيها أو اللي أنت حكيتيها، مثلا يا أخي تخصص طبيب من جنين، شو بدك بهالوجع في الرأس، شو بدك بهالشغلة؟ نحن من غير شيء جنين لسه تروح لعندهم. يعني هاي نظرة الناس لموضوع الطب النفسي أو المريض النفسي لشيء اللي عم نحكيه، أو مثلا مثل ما الشيء اللي حكيتي، مثلا والله أنت مثلا فرضا طالب طب وما شاء الله عليك وأهلك ميسورين أو أمورك يعني المادية ماشي وعم تدرس طب، وبكرة بصير مثل ما بقولوا دكتور قد الدنيا، ويا أرض اشتدي وما حدا قدي، يا لطيف يا ستار، ومستقبلك مؤمن ومضمون، وشو المبرر أن يصير عندك أني مرض نفسي، أو يصير عندك اكتئاب، أو ما عم تطالع موادك، أو عم تطالع موادك شحط، أو ما عندك نفس تروح على الجامعة أو أني تحضر محاضرات أو إلى آخره. ليش هيك موضوع مكتئب، مع أنك مثل ما أن كل شيء مثل ما أن مأمن لك، كل شيء جاي لعندك، مستقبلك مأمن، وعم تدرس بكلية كويسة، وأهلك ما مقصرين وما مخلين ينقصك شيء. ليش يصير معك اكتئاب؟ ليش ما عم تطالع موادك وبتجيب فيهم 100%؟ ليش عم تطالع موادك شحط؟ ليش عم ترسب؟ ليش هاي الحالة النفسية؟ ليش إني هيك مكتئب وشيل الدنيا على ظهرك أو على كتفك أو شيل السلم بالعرض؟ هذا عم بتسمعوه كتير. معناتها أنت طالب طب ومأمن لك كل شيء، وأنت مثلا أمورك ماشي، معناتها ما لازم يصيبك مرض نفسي، أو ما لازم مثل ما قلنا أن تعاني أنت من اضطراب نفسي، أو مثل ما قلنا كمان بالجهة الثانية أن أنت يا أخي لو يعني مؤمن بشكل صحيح وصادق ومتعلق بالأمور الروحانية، فمعنات أنت ما لازم يصيبك مرض نفسي، أو ما لازم تعاني من هاي الأعراض، أو ما لازم تروح عن طبيب نفسي. تمام، أو أني لأني أنت هيك فرب العالمين سلط عليك أو بعت لك هذا المرض. هذا مثل ما أن المفاهيم، موضوع اللي بتحكي عن المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالطب النفسي. كمان موضوع الأدوية النفسية، بتعرفوا أني بس حدا راعى الطبيب نفسي أو طبيب حتى موضوع عصبية، يعني ممكن بتعرفوا أني الناس أنه بسبب الوصمة أو استجمة أنهن ما بروح عن طبيب نفسي، لا ما بقولنا بروح عند الشيخ أو عند الراقي أو عند جارته، بتعرف عنده خبرة بجوز، أو عند الصيدلي، أو عند بالأخير إذا مثل ما أن عجزت الأمور أو عجز بروح عن طبيب، قال لك يا أخي طبيب عصبية معه. ليش يعني إذا حدا سأله أو حدا قال له وين كنت، يقول عند الدكتور فلان، دكتور فلان معروف دكتور عصبية عادي، بس دكتور فلان معروف دكتور نفسية، معناته هذا الأخ مثل ما أن جن أو فصل أو إشبه ابني خير ابني كني، ليش صايبه لحتى راح شفته بالعيادة النفسية أو شفته عند الدكتور فلان، يعني معروف الدكتور فلان مثلا دكتور نفسي، فبروح عند دكتور عصبية بقول يا والله راسي عم بوجع، مع شقيقة اجريها عم تنمل، مع في الدسك في رقبته، مع ألم أسفل الظهر،
يعني عصبية باحر واسع مع ألم بالعصب الوركي مع تنميل مع خدر مع شقيقة مع صداع، تمام؟ يعني في ألف مرض، ودول يعني عادي، يعني أي إنسان معرض مثل ما قلنا يصيبه هاي أو هاي شغلة، ما يعني ما عادي إني تقولي أنا مع شقيقة رحت طلع الدكتور فلان مع شقيقة بجوزية، إني مثل ما قلنا بروجعوا طبيب عصبية عشان ما يقولوا مثل ما قلنا يبتعدوا عن وصمة الأمور النفسية أو الطب النفسي. طب روح عن طبيب عصبية. أهلا وسهلا. بس حابة أشارك بهالنقطة أنه بالنسبة للأدوية، يعني المرضى حتى الناس بشكل عام بتنظر أنه للأدوية النفسية أنه هي رح تؤدي لإدمان آخر الشيء، فرح يتحول من مريض نفسي لمريض مدمن، وأنه هي عبارة عن مسكن بس. بالضبط. نظرة عن نعم. تمام. بالضبط هذا اللي كنا نحن ماشيين أو دا نحكيه. وهل الدكتور يعني عن الطب النفسي إنه الناس ما عم تقتنع إنه المرض النفسي هو مرض مثله مثل أي مرض عضوي رح يصيب الشخص، فعم يعاولوا السبب لمرض لنقص دين أو سحر أو شعوذة، أو حتى بيقولوا لك إنه على التربية إنه هذا الشخص مساء قليل التربية إنه ما تربى منيح فرح يصير عنده أمراض نفسية، أو صحبته الصحبة تبعه كمان إنه تتلو لأمراض نفسي. طيب تمام مشكورة. مين معنا؟ مين معنا؟ أنا سمر حمود اسمي. سمر حمود أهلا وسهلا أخت سمر، مشكورة لمداخلتك. تمام. تماما الشيء كنت أنا يعني سبقتيني وكنت أنا جايب الكلام عليه، أني بالنسبة للأدوية النفسية مثل ما حكينا أن التدرج أول شغلة بالمراجعة أو الشخص اللي بيعتري أني أعراض نفسية أو أعراض أو علامات لمرض نفسي هو وين بروح أول شيء، وبعدين أنه ممكن يراجع لما بالأمور بروح عند براجع أطباء طبيب عصبية بغض النظر هل هو جراحة عصبية أم داخلية عصبية، شان مثل ما قلنا شان الوصمة، شان الموضوع الوصمة أني لما مثل ما حكينا أن طبيب فلان معروف عصبية خلاص معه شقيقة معه صداع معه تنميل معه خدر إيده صيل عليه وإيده واقفة إجره واقفة، يعني هاي أمور عادية، بينما أن طبيب نفسي لا مشكلة معناته هذا جان فصل واو إلى آخره. الأدوية مجينا على موضوع الأدوية أني والله الدكتور أن هدول جماعة الطب النفسي أو حتى موضوع العصبية هدول أدويتهم كلها منومة كلها مهدئات كلها مخدرات تتعود عليها تدمن عليها ما تقدر بلاها، شو لا تأخذ هذا الدواء، وإذا كتب لك يا الدكتور هدول أدويتهم كلها بس بترخي وبتنيم كله مهدئات وكله مخدرات. هاي طبعا من المفاهيم موضوع الخاطئة الكتيرة حتى موضوع المرتبطة بالطب النفسي، أن كل موضوع الأدوية طبعا أن هاي الفكرة طبعا أو المفهوم الخاطئ بساهم فيه كتير أمور أو بلعب فيه موضوع كتير أمور، مثل ما أنه بتمسكي مثلا من الصيدلي من اللي ما هو ما عرفان أول شيء ماهية موضوع الأدوية النفسية، يعني ما حدا موضوع أول شيء أني بروفيشنال أو هو صيدلي أصلا موجود ممكن يكون بالصيدلية، يعني أني مثلا دير الصيدلي ومتخرج لا بتلاقي فني صيدلية لا بتلاقي واحد عنده خبرة موجود بالصيدلية، لا واحد ممكن يكون ما له علاقة عنده تدريب بس يعني بزمناته هو صغير وقف في صيدلية وما عنده دراسة يمكن ما واصل للتاسع أو واصل للبكالوريا، فكل شيء بيجي من طبيب نفسي أو كيت وطبيب نفسي يا لطيف. أول شيء أني بدي أخذ الوصفة، بدي أخذ وصفة، بيجي المريض بقول ليش أخذ مني الوصفة؟ ليش هذا الدواء؟ شو هذا الدواء؟ معناته كتب لي الدكتور لحتى الصيدلي قال لي بدعي في الوصفة عندي أو ما بصرف لك هذا الدواء إلا تجيب لي وصفة من الطبيب، ليش شو كتب لي الدكتور لحتى إن ما بيعطيني الدواء إلا بوصفة أو بدي أخذ مني الوصفة؟ أو أني هذا الدواء ما بصرف لي إياه بقول لي هذا تاريخ الوصفة مضيان بدي تاريخ جديد، ليش شو الدكتور كاتب لي؟ يعني شو معناته هذا الدواء الخطير اللي ما بنعطى غير بوصفة أو دي أخذ الوصفة أو ما بصرف لي غير وصفة وتاريخه يكون حديث،
أو إنه بيجي مثل ما قلنا هذا موضوع الشخص، أنا بقول له أنت ليش هذا الدكتور كاتب لك هذا الدواء؟ أنت بتقع بالساعة شيء، أنت بتختلط شيء، أنت عندك مرض يعني عصب لحتى كاتب لك فالبرون أو كاتب لك ديكريتول؟ يعني أنت بقول له لا أنا ما بتجيني هيك شيء، أو أنا ما عندي هذا الشيء اللي أنت عم تقوله. بقول له ليش الدكتور كاتب لك تجريتول او كربامازبين او كاتب لك فالبرون فالبرات الصودم؟ هن بيعرفوا ان الصيادلة اذا كان مثل ما قلنا بين قوسين هو فعلا صيدلي، بيعرفوا ان هدول الادويه بتنعطى لمرضى الابيليبسي او مرضى الصرع. بيجوا يشوفوا ان دكتور اخصائي بالامراض النفسيه وكاتب لمريض مثل ما قلنا كربامازبين او تجريتول او كاتب له فالبرات الصودم، ايه بقول له للمريض هيك، بقول له لا انا ما معي هيك، بقول له هذا الدواء ما بنعطى غير لهدول للمصروعين هدول، هذا الدكتور ليكون مو دكتور ليكون مخربط معك. بقول له انا ما معي، انا رحت على دكتور نفسي، انا بقول له فعلا ممكن هالدكتور ويشيش اني انا يا اخي ما معي لا خلجي ولا صرع ولا نوبات، ليش كاتب لي هذا كربامازبين او فالبورات الصوديوم او حتى لاموتروجين؟ نحن ممكن نكتب، ما بيعرفوا ان نحن ممكن نكتب هدول، او هدول لهم استطباباتهم بالطب النفسي، ان مو بس يستخدموا لمرضى الصرع، ان بالنسبه لنا ان مود ستابلايزر او الدراج او هي ادويه معدله للمزاج وبتنكتب، نحن موضوع بنكتبها الى استطبابات بشكل موضوع اساسي، نحن هي معدلات مزاج بالاضافه ان ممكن حتى موضوع نستخدمها ب الاكتئاب المعند او الريزيستنس ديبريشن، او ممكن نكتب موضوع هاي الادويه حتى خصوصي موضوع الكربامازبين للاشخاص اللي عندهم اجيتيشن او عندهم انهياج او سلوك عنيف، فممكن نكتب لهم هذا الدواء. هو بيعرف ان هذا الدواء ما بيعرفه غير موضوع للاختلاج او للصرع او لهدول اللي بقعوا بالساعه او بالسودة او المعروفه بالعاميه، فبيجي بقول له نعم بشله للمريض، بروح لما تقتل مع الدكتور لا بقول له خيو لا تعطيني هذا الدواء، ما انا هذا الدواء اذا عم تقول هيك انا كل هذا الشيء اللي عم تحكيه مو معي، فخيو ما بدي هذا الدواء او لا تعطيني هذا الدواء، فطيرنا موضوع نص الوصفه. او مثل ما قلنا لا تاخذ هذا الدواء لان هذا الدواء بساوي ادمان. تكون انت مريض جايك مثلا مريض مانيا او هوس، المرض الاعراض الاساسيه للهوس هو انخفاض الحاجة للنوم، النيد بالنسبة للنوم، ان المريض ما عم نام بدك تعطيه بنزوديازبين. شو فكرة الناس عن البنزوديازبين؟ ان البنزوديازبينات ان مدمنة، انت اذا اخذت شيء مثلا اخذت ديازبام اخذت دورميكيوم او ميدازولام او اخذت لورازبام او اخذت كتبنا لك كلونازبام، اني انت بدك تدمن، انت كاتب لك دواء ادمان لا تاخده، ما بنصحك تاخده. هدول جماعة الطب النفسي او ممكن حتى العصبية بيكتبوا هدول موضوع ادوية كلها مهدئات، شايف كلها هاي مهدئة او منومة، يعني هذا عم بكتب لك دواء مهدئ ومنوم بساوي ادمان، فبخوف المريض مثل ما قلنا وبقول له ان انت بدك تصير مدمن وما بياخذوا موضوع الأدوية، أو إن أدويتهم كلها مهدئة ومثل ما قلنا مهدئة ومنومة وبتساوي اعتياد أو إدمان. بيجي موضوع المريض ما بياخذوا، لك أنت هي شغلتك، هاي موضوع شغلتك، إن مريض مثل ما قلنا ما عم نام ومريض عنده إنسومنيا وهي من أعراض الأساسية لمرضه، وأغلب الاضطرابات النفسية العرض المشترك الكبير أحيانا موجود بيناتهم هو اضطراب بالنوم أو السلوك العنيف أو الهياج، عم تعطي المريض عشان تهديه، والسلوك المضطرب اللي عنده ولازم ينام، إذا ما نام لأني خارب الدنيا المريض ولازم يهدى. فعندك البنزوديازبينات هي موضوع الخط الأول بالنسبة لك، أو لازم تكون موجودة ضمن الوصفة، بيجي بقول له لا تاخذ لأني بتساوي إدمان بتساوي اعتياد، هذا الدكتور هذا أدويته كلها مهدئة أو مخدرة. هاي نظرة الناس أو نظرة حتى الصيادلة أو نظرة المجتمع للأدوية اللي بكتبها الطبيب النفسي، بينما الأدوية اللي بتسبب إدمان، شو الأدوية اللي بتسبب إدمان؟ الناس بتدمن على
ما بعرف إذا أنتم عندكم اطلاع شوي بالأدوية النفسية. الناس بتدمن على الحشيش، الناس بتدمن على الكبتاكون، الناس بتدمن على الاستكاسي، أو الناس بتدمن على المهلسات، الناس بتدمن على القنابيات، الناس بتدمن على القات، الناس بتدمن على الأفيونات أو المورفينات، على البيتيدين، على المورفين، على الأفيون. البنزوديازبينات قلنا هي بتساوي إدمان، بس هي الاستطباب موجودة، الاستطباب موضوع عنا واستطباب كبير، ونحن في محاذير موضوع بنستعمالها، نحن بنراعي فيها هذا الأمر. بس إن كل الأدوية النفسية عندنا فكر الناس إن الأدوية النفسية شو ما كتب لك الدكتور إن هي أدوية إدمانية أو أدوية مهدئة أو أدوية مخدرات أو تتعود عليها أو ما فيك. يعني إذا أجاك مريض عنده اكتئاب، أول سؤال بسألك أو أهله أو هو لما تكتب له سؤال، بس دكتور لا تكتب لي دواء يسبب إدمان، أو لا تكتب لي دواء أتعود عليه أو ما أقدر بلاه. تمام؟ يعني إذا تكتب له مثلا أميتريبتالين هو مضادات الأنتي ديبريشن ثلاثيات الحلقة، أني لو بدك تكتب أميتريبتالين فكر أني موضوع المريض أو أهله، بس أنت بدك تكتب دواء هذا الدواء يساوي إدمان أو تساوي إدمان. فهي الفكرة أو المفاهيم مثل ما قلنا مغلوطة بالنسبة للأدوية، أن هي أدوية كلها موضوع أدوية مهدئة أو مخدرات أو إلى آخره. كمان هذا من المفاهيم الخاطئة المرتبطة بموضوع الطب النفسي. نحكي كمان إن يا أخي إن المفاهيم الخاطئة الموجودة بالطب النفسي، أول حكيته إن يا أخي هدول المرضى النفسيين كلهم عدوانيين، إن المريض النفسي بس واحد شاف واحد مريض نفسي ما بقدر بتعامل معه، ما بقدر أصلا بحكي معه، ما بقدر ببرك معه بنفس الغرفة. تقول شيف بسم الله الرحمن الرحيم، إن هدول كلهم عدوانيين، كلهم خطرين، كلهم لازم نحجوا بالمشافي. والعدوانية بقول لك، والعدوانية والعنف في المرضى النفسيين بقول لك هي أكبر بحوالي 1-1.5% فقط من العدوانية الموجودة في المجتمع عامة. يعني بتشوف أنت هلا إذا رحنا على السجون ورحنا على الرقم اللي بتسمعوا فيه سواء كان عن طريق وسائل التواصل أو بالمجتمع، وهيك ان اللي عبساوا هاي الجرائم اللي بقتلوا وبغتصبوا وبتاجروا وبنهبوا وبسرقوا، هدول تلاقيهم صاحين ولا مجانين؟ شو رأيكم؟ هدول اللي بيدخل على بيت وبسرقوا مخطط وبرائب البيت وبيعرف ان صاحبه ايمت عبروح وايمت عبيجي وش قد معه مصاري وش وضعه، واذا بكون جاهز حاله أو معه موضوع سلاح أو هيك شيء، إذا كان في حدا أو صار مقاومة أو حدا حس عليه ممكن يقتل ويرتكب موضوع جريمة، هدول كلهم هدول صاحين ولا مرضى نفسيين؟ فبقول لك العدوانية أو تروح على السجون أو على الناس اللي مرتكبة موضوع طبعا ترتكب جرائم، يعني كله موضوع ان هذا صاحي وبخطط، وبقول لك يعني ان اشخاص بالعكس ذكاءهم اكثر من الطبيعي. فالعدوانيه والعنف في مجتمع الامراض النفسيه هي بقول لك لا تتجاوز اكثر من مجتمع الاشخاص العاديين ب1-1.5. وحتى العدوانيه اللي بنشوفها في المرضى النفسيين هي ناجمه من هي عن اعراض مرضه، والمرض معروف الأمراض النفسية هي أمراض لا إرادية. يعني أنا مو عارف كيف بصير مريض في صوم، مو بكيفي، مو بكيفي أنا بكتئب، مو بكيفي أني أنا بصير معي هوس، مو بكيفي أنا بصير معي اضطراب قلق معمم، ما هي شغلة عكيفي، ما هي هذا شغلي، ما هي بإرادتي أنا بصير معي وسواس قهري. أو تعرفوا ستات البيوت أغلب طبعا موضوع النساء اللي عندهم موضوع الوسواس، موضوع بالنظافة والنجاسة والطهارة، وبصرفوا مي كتير وبصرفوا دواء غسيل كتير، وبتدخل على الحمام وبتطلع ب6 ساعات، وإذا دخلت على التواليت كل ما تدخل على التواليت وده تطلع أني تنجست وتنجس كل أغراضها، بتدخل بتطلع من التواليت بتدخل على الحمام بتغير كل أغراضها وبتتحمم بتتحمم، والمي عجب اللي آخر الشيء أنا تغسلت فيه عجب المي، طلعت
طرشتني موضوع مي بعد ما لبست عجب هاي المي طاهرة ولا ناتسة، ترجع موضوع بتغير أغراضة وإلى آخره. هذا المريض بكيف وهذا عم يشتغل هذا الشغل، هذا بإرادته، هذا بإرادته صار عنده اكتئاب ووصل لمرحلة أن يفكر ينهي حياته أو نهى حياته نتيجة الاكتئاب الموجود عنده، راح انتحر. هذا موضوع بكيفه، أكيد مو بكيفه. فما هي الشغلة موضوع أني أنا بكيفي أو بإرادتي تمام بدخل بالمرض النفسي وبطلع منه. فالأمراض النفسية مثل الأمراض العضوية توازي الأمراض العضوية، أو هي ممكن تكون أكثر موضوع أهمية وممكن تكون خطرة طبعا لنصاب مرض نفسي. تصوروا أني بقول لك والله أنا بيجيني موضوع كتير مرضى وبسمع من أهل المرضى أو إلى آخره، يقول لي يا دكتور والله كل شيء أهون ولا هذا موضوع المرض النفسي اللي صايب بنتي أو صايب ابني. تمام، يعني كل شيء بلاقي أهون. ممكن يكون يا أخي مريض سكر له حل، يا أخي بيحتمي بياخد خافضات سكر، بياخد فرضا أنسولين، تمام الأمور مضبوطة. مريض ارتفاع توتر شرياني بياخد مثل ما قلنا كمان حمية، نزل وزنه، بساوي موضوع رياضة، بيحتمي، بياخد دواء، تمام. بس اللي بصير معه فصام، هاي البنت معه فصام أو هذا الشاب معه فصام طويل عريض، عيونه ملونة أبيض، بهد الحيط بس عقل ما في، فيصل على الواقع. نحن نسميه مرضى الفصام سكيزوفرينيا، ان هو الرياليتي عندهم اختبار الرياليتي تيست، اختبار الواقع عنده سلبي يكون او موهون في غير دنيا. فبقول لك كل شيء اهون، يعني كل الامراض اهون من هذا المرض. يعني شايف يا دكتور، شايف ايش وضعه، شايف ايش بحكي مع حاله، وفكر حاله هو منزل المهدي، وفكر حاله نزل عليه رساله وبمشي بالشوارع وبتهجم على العالم، ومفكر الناس عم تحكي عليه والناس ضده والناس عم تتآمر عليه وما في من هذا الحكي، ونحن ما لنا أهله وعم حاول يأذينا. والله يا دكتور ما بأمن أني أنا أضل أو أعيف خواته عنده، أو خواته موضوع بالبيت عم أعيفهم معه. يعني كل شيء هو ما يكون، كل شيء هو من هذا المرض النفسي. فالأمراض النفسية هي مثل ما قلنا مثل الأمراض العضوية، وممكن تكون حتى هي أكثر مثل ما قلنا هي أكثر خطورة أو تسبب إعاقة حتى أكثر من الأمراض العضوية. تمام، فهي من أقول لك إني من المفاهيم طبعا الخاطئة عن إني الأمراض النفسية. ولا الأمراض النفسية شو الأمراض النفسية؟ ليش في أصلا مرض نفسي؟ يعني في شيء اسمه ليش أنتوا والله في عندكم شيء؟ وشو هي الأمراض النفسية؟ إيش في عندكم؟ في حدا بنصاب بمرض نفسي أو في حدا ممكن يكون عنده مرض نفسي؟ فمثل ما حكينا كمان هي من المفاهيم الخاطئة المرتبطة بموضوع المرض النفسي. نحن ما بعرفش قد معنا وقت، ممكن إيش قد ضل معنا وقت، أو ممكن نكون نحن للتسعة أساس، مو هيك؟ آسيا نحن للتسعة كأني، مو هيك؟ اتفقنا من السبعة للتسعة، تمام. انت خبرتين للتسعة، نحن شوي اليوم بلشنا باعتبار اول يوم شوي انا تأخرت او بلشنا متأخر. انا يعني هلا هي مثل ما قلنا اليوم هو شو اسمه، اول شيء مثل ما حكينا هو اول شيء تعارف شلون بدنا نمشي بالامر. نحكي شوي اضاءة عن الطب النفسي بشكل عام، ثقافة الناس، المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالطب النفسي. يعني هي كمقدمة اليوم، ممكن أنا يعني أكتفي بالحكينا اليوم ننهي، إلا إذا طبعا نعيف مجال طبعا بما تبقى من الوقت. ما أنا ما عندي مشكلة بالنسبة للوقت، إذا في شيء أسئلة أو استفسارات أو حتى موضوع مداخلات على الشيء اللي حكينا اليوم. إذا في أول شيء أسئلة، سؤال أو مداخلة، أو أحد عنده تعليق على شيء حكينا اليوم قبل ما ننهي، نسمع منكم. طبعا اللي موجودين معنا وما ناموا أو ما عم يتفرجوا على التيك توك
واني اسمع المحاضره. لا ما طيب تمام. حدا عنده تعليق او مداخله او بحب يشاركنا بالشيء اللي حكيناه قبل ما ننهي؟ اذا حدا عنده اي شيء ممكن مثل ما قلنا مداخله اضافه تعليق سؤال اي شيء. طيب هلأ تفضل بس تعرفنا حالك وتفضل. ايش يا دكتور بتحكي؟ اذا بتحكي انا ماني سمعانك. تفضل اقول سؤال لو سمحت. ايه تفضل نتعرف عليك اول. اقول مثلا في نتعرف عليك من الشيخ. نتعرف عليك بعد اذنك. مين عم حكينا؟ يا من الشيخ. يا من الشيخ أنا وسهلا تفضل. بالي عم تحكي اني اذا واحد راح عند الشيخ. يا من الشيخ تفضل. لا حياك الله. ايه تفضل. في حالات انا ملتمسه بنفسي. نعم. عالجوا عند الشيوخ الحال. راحوا عند دكتور نفسي. له 3 شهور ما استفادوا. ما كان في اثار ايجابيه. نعم. دكتور نفسي هون عسلنا في المنطقة. بعد قام رجعوا للشيخ استمروا 2 شهر قام تحسنت حالته. إيش هو؟ نعم. تكون يعني الآلية هون إيش السبب؟ نعم. لا فعلًا يعني أنت مش كتير على المواضيع رغم إنه أنا نفسي حضران جلسات كتير مثل قراءة الشيخ وفيه جان وفيه ليس ومن هالحكي يعني وبتلاقي نعم. أمور صحيحة تمامًا يعني مدري يعني أنت اختصاصك منفصل فمتضادين هالشغلتين. لا مشكور أخي يامين. نحن أنا والله يعني كان بدي إني ينحكى بهذا الموضوع من البداية. أنا بدي هذا الحكي اللي عم نحكي إن ثقافة الناس أو تعامل الناس مع الاضطرابات النفسية أو مثل ما حكينا المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالطب النفسي الشيء موضوع اللي حكيته هذا نحن أكثر الناس أصلاً يعني بحكم موضوع نحن اختصاصنا هذا الشيء اختصاص طب نفسي فانا الشيء تماس مع هذا مع هاي الامور يعني اني والله مثل ما قلت يعني راحوا لعند الشيخ قراءه او متلبسوا جني او صار يضربوا على اجري او يضربوا عشان يطالع الجني اللي لبسه وبقرا له وحكى معه الجني اللي لبسه وهل انت مؤمن ام انت كافر وإذا كنت كافر لازم تؤمن وبعد ما تؤمن اطلع وانطق أيها الحجر. هذا مثل ما قلنا يعني هو بالأخير أساليب يعني طبعا كل شيء بيطلع خارج السنة وخارج موضوع الشيء المتعارف عليه بالشريعة الإسلامية فكل هذا موضوع يعني صار حكي موضوع بس صفصطائي يعني ما في أول شيء يعني أول شيء إنسان بقدر بتواصل مع الشيطان. أنت كإنسان رب العالمين حجب عنا لا منشوف الشياطين ولا منقدر نشوف الملائكة بنفس الوقت ولا منقدر نكلم ملائكة ولا منقدر نكلم شياطين. نحن إنسان عبد فقير لله. أنت ما بتقدر ما عندك مين ما كنت ما في أنت تقدر تحكي مع الشيطان أو تقدر تحكي مع ملك. الأخير أنت مالك نبي ولا لك مؤيد بمعجزات ونحن بشر إن في محدودية لأن فهذا منين عم بحكي مع الشيطان اللي يبسه وقال له طلع ومالي طالع وحكى ولقش تمام. هاي أول موضوع شيء. شغلة الموضوع الثاني شو الدليل شو الإفيدنس إن هاي الأعراض اللي أنت شايفها عند المريض أو عند الشخص هي أعراض تلبس وأعراض إن سحر أو إن شيطان متلبسه. شو دليلك شو دليل على هذا الأمر؟ يعني نحن لما منقول إن هذا الشخص عنده فصام بيجي بقول له يعني بتعرفوا الأكل أنتوا موضوع كطلاب طب إذا دخلت أنت على فحص المقابلة
الانترفيو وقال لك فحصلي مريض وقال لي شو في عنده. فبتقول له مثلا أنا فحصت وقيمت المريض أو أخذت بالقصة السريرية أو فحص المريض أو الأعراض والعلامات أني شفت أنه هو عنده التهاب أو عنده إسهال وأقياء إسهال وأقياء وعنده ترفع حروري تمام وشايف مظاهر الإنتهاء التنفسي علوي تمام. بقول له شو ممكن يكون معه وشو أعطيني التشخيص مثلا تفريقي لهي الأعراض اللي أنت بتحكيها. بقول له ممكن يكون معه التهاب معدي ومعه حاد تمام لأني في عندي ترفع حروري في عندي قياء وفي عندي إسهال تمام. ممكن يكون معه التهاب ممكن يكون عنده التهاب بلعوم حاد أو التهاب لوزات قيحي أو ممكن يكون أني هاي التظاهرات الجهازية بدخل ضمن بالdifferential diagnosis أني بدخل عندي ممكن يكون التهاب حويضة وكلية وعب يعطيني أعراض جهازية تمام. ممكن أني أحط كمان بالتشخيص التفريقي مثلا أني أقول ممكن التهاب أذن مستحاد أو التهاب أذن وسطى سيلاني وإلى آخره. ففي عندي أنا بنيت حكي أو التشخيص على دلائل أو أعراض وعلامات إيجابية أنا شايفها عند المريض لحتى قلت عنده هذا التشخيص التفريقي أو ممكن يكون عنده هذا المرض. فنحن لما نقول هذا الشخص عنده اكتئاب طب شو دليلك عنده اكتئاب؟ أقول له لأني أنا عنده أعراض وعلامات تتماشى موضوع مع الاكتئاب اللي هي. بقول له شو هي يا حبيبي؟ بقول له الأعراض وعلامات. شو أعراض وعلامات الاكتئاب؟ بقول له إني أعراض وعلامات الاكتئاب الأساسية موجودة عنده إني عنده فقد متعة، عنده مزاج منخفض، عنده اضطراب من الأعراض الفرعية والثانوية والسكندري سيمبتومز، عنده اضطراب بالشهية، عنده اضطراب بالنوم، عنده أفكار لوم الذات، عنده أفكار ممكن تكون عنده أفكار انتحارية، عنده يأس، عنده اعتقاد أو أن السلف استيم عنده أو تقييمه موضوع لنفسه هو موضوع سلبي. فهي الأعراض والعلامات. وصل له 15 يوم هي حقق المدة وساوي معه امباكت أو امبيرمنت بالوظائف، هذا موضوع عنده هذا الأعراض ونتيجة هاي الأعراض أو نتيجة هاي الحالة النفسية اللي عندنا ديبريشن أو اكتئاب، إنه هو بطل يروح الشغل، بطل يداوم على الجامعة، بطل يحضر محاضراته، ما قدم مواده، رسب كل مواده، هيمل حاله تمام، وما عبروا ما عبطلع برا البيت ولا عم بتحمم ولا عم بغير اغراضه، ومين ما اجى قطع تواصله مع الناس وسكر الواتس وفكر ان الدنيا خلصت. فهيك انا قلت معه اكتئاب. ففي عندي اعراض وعلامات، في عندي دلائل، في عندي شيء واقف عليه تمام لحتى قلت عنده اكتئاب وعنده هذا المرض. ففي عندي شوف كل الكريتيريا تحققت، أو أني لما قلت عنده اكتئاب أنا بنيت. طب هذا شو دليلك يا شيخي يا مرتخي أن هذا الشخص لبسه الجني؟ شو الدليل؟ أعطيني الدليل. أقول لك والله شو دليلك؟ شو دراستك أنت؟ شو اللي معك؟ شو الدليل أني أعطيني الدليل أني هذا معه أني جني أو هذا اللي أنت عم تحكي معه تمام هو هذا الجني اللي متلبسه؟ شو دليلك؟ طالع لي خليني أشوفه. مش نحن فينا نشوفه ونحكي مع الجن تمام؟ شو دليلك اللي أنا شفت؟ هاي خبرتي أنا بعرف. مرحبا خبرتي، مرحبا بعرف، مرحبا شفت، مرحبا تلبس علي زماناته. طبعا تعرفوا أنتو قصة موضوع الشهيرة الموجود طبعا بالقرآن الكريم، قصة سيدنا موسى وسحرة فرعون، من أعظم سحرة في التاريخ. وبالقرآن الكريم إني فخيل لهم من سحرهم أنها تسعى، يعني إني شافوا حبالهم وعصيهم إني
لما رموهم انها تسعى، خيل لهم، لا يلعب تسعى ولا يريقد ولا مشيت، فخيل لهم من سحرهم بانها تسعى. تمام، ان هي يعني انت تخيل لك هذا الكلام. تمام، اني وبعدين لا يضر، تعرفوا نحن الحمد لله رب العالمين على دين الاسلام ونعمه الاسلام، ان لا يضر ولا ينفع الا الله، واللي بيعتقد غير اعتقاد غير هذا الاعتقاد في مشكله بالعقيده عنده اصلا. تمام، ومن حسن طبعا الظن بالله والتوكل على الله عز وجل ان مثل ما قلنا لا يضر ولا ينفع الا الله، لو اجتمعت الانس والجن على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك، او ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد يعني قدر لك. هذا الامر، هذا الامر يعني محسوم بالنسبه لموضوع ان. فانت لما تقول له شو دليلك، مثل ما انا موضوع كطبيب او كطالب طب، ما بجي بقول ان هذا الشخص معه مثل ما قلنا معه التهام، معه سكري. طب شو ليش قلت لي هذا معه سكري؟ ليش عم تقول هذا مريض عنده ديابيتس؟ ليش تقول له لأنه عنده بوال وعنده سهاف، وبتقول أنه هو صار عنده، أو هذا ممكن يكون مهمل، صار عنده عم بيجي أعراض أعصاب أو اعتلال أعصاب محيطية، وهو نحن سوينا له اختبار أو تيست تحليل سكر دم صيامي، طلع سكره 300. تمام، وعنده أعراض، فهذا مريض سوينا له، هو الموضوع مريض سكري، فعندي معناته قرائن، عندي موضوع دليل أو إفيدنس أن هذا الشخص عنده سكري. تجي تقول له للشيخ او لهذا اللي درس للصف التاسع او العاشر او ياخذ ما بعرف اين طريقه، تقول له شو دليلك ان هذا متلبسه الجني، او هاي الاعراض ناجمه، ما هي اعراض مرض نفسي، هو اعراض مثل ما عم تقول، او انت على هذا الشخص اللي عم تحكي معه هو الشيطان اللي لبسه، شو دليلك؟ شو انت عم تحكي معه؟ ليش انت انسان تقدر تتواصل مع الجن، تقدر تتواصل معهم وتحكي معهم وتبرك معهم وتستدعيهم وتقول لهم طلع ودخول وخود يمين وخود شمال؟ فمثل ما حكينا ان هذا المريض والله راح عند الطبيب، يعني بس تعليق على ممكن على الشيء اللي حكيته، اني راح عند الطبيب ما تحسن، ليش كل المرضى بروح او كل المرضى كل الامراض بتتحسن؟ اول شغلي أو أنه هو عجب أخذ أدويته بشكل كامل، عجب دكتور، هو فعلا دكتور نفسي. على فكرة ما في أطباء نفسيين، يعني موضوع اختصاص، موضوع الطب النفسي تعرفوا من الاختصاصات اللي ليح الوصمة وليح العار وليح أو ليح أو ما حدا بختص، ما في أطباء نفسيين. فيعني بالأطب المحرر يعني عبدرسوا، ممكن يكون هلا صار فيهم من جديد، صار عنا شيء اسمه طب نفسي. كان في عنا طبيبين بس في كل المحرر، أن اختصاص طب نفسي موجودين في الداخل السوري المحرر، يعني جوز تسمعوا كتير مثلا والله راعن دكتور نفسي، لا تصدق هذا الحكي، ما في أطباء نفسيين معدودين على الأصابع. تمام، دكتور عصبية ممكن والله هذا دكتور نفسي، أو دكتور أخصائي جراحة عصبية دكتور نفسي، أو لا الدكتور موفق، دكتور موفى للأسف هلا هو معي، بس دكتور موفى مو طبيب نفسي للأسف، ما هو حاصل على شهادة، مو مختص يعني لسه، مو خالص هلا، هو لسه سنة ثالثة دكتور موفى عموري إذا قصدك. تمام، فاني ما أتحسن عنده الطبيب بغض النظر عن الأسماء، بنحكي إن إحنا ليش كل طبيب، كل واحد عنده مرض نفسي وراء عنده الدكتور فلازم يتحسن؟ ليش الدكتور هو اللي بطيب، ولا طبيعة مرضه، ولا شو مرضه أول شيء لحتى أني طاب ولا ما طاب؟ يعني هلا مثلا مريض السكري بطيب ليش إذا راح عند الدكتور؟ مريض الضغط بطيب إذا راح عند الدكتور؟ مريض الأمراض الإميون ديزيز أو الأمراض المناعية الذاتية بطيبه إذا راحوا عند الدكتور؟ ولا هذا المرض طول عمره
مرضى الكانسر أو السرطانات ليش بطيبوا؟ طيبوا برجع موضوع طبيعي. على مين ما راح؟ مين ما بدك يروح؟ مريض السكر مثل ما قلنا عند مين ما بده يروح؟ ليه طيب يروح عنده السكر؟ يعني بدك تشوف شو مريض الفصام أجل عنا ليش هو راح يطيب إذا أجى عند محمد ساطو؟ يعني شرط يطيب؟ أكيد مو شرط يطيب، لأن هو طبيعة مرضه هيك، هذا مريض كرونيك، مرض مزمن، مرض مستمر، مرض ينتكس، مرض كل ماله بده يدهور وضع المريض. مين قال لك إذا راح عند فلان هو راح يطيب؟ إيش المشكلة في الدكتور ولا المشكلة هي في المرض وشو تشخيص مرضك؟ تمام؟ وشغلة تانية إني في شيء اسمه، يعني هلا نحن إذا أخذنا لكم مثل ما قلنا الطب النفسي يعني شغلة كبيرة كثير، لأن شغلة متداخلة مع كل البشر، من المشايخ ومن المعتقدات ومن الأمراض العصبية ومن مثل ما قلنا اعتقادات الناس وإلى آخره. ذلك اختصاص، والاختصاص يعني متعب، يعني متعب من ناحية، من ناحية يعني سمعت أحد الأطباء أو النفسيين بقولنا نحن شعبنا بده 50 سنة للساعة ليقتنع أنه بوجود المرض النفسي أو يقتنع بالأمراض النفسية، ولسه بده 50 سنة لقدام مع أنه نحن بالقرن 21. تمام، من الأطباء النفسيين اللي موجودين بمصر. نقول ليش مثل ما الأمراض النفسية، أني مثلا إذا أخذنا مثلا ضربكم مثال عن الدبرشن أو الاكتئاب، بقول لك مرضى الموضوع الاكتئاب 20% ممكن أن هن يتحسنوا يتحسنوا من دون أي تداخل دوائي، لأن مثل حبة السنة أو حبة حلب بقولوا لها، أو ليش بقولوا لها حبة السنة أو هي الليشمانية يعني اللي بتعرفوها، يعني بقول لك حبة السنة إن هي بتطول سنة بعدين بتطيب، تترك ندبة وبتطيب. تمام، طبعا إذا ما صار في اختلاطات. بقول لك 20% بنرجع لمرضى الاضطرابات النفسية، بقول لك 20% من المرضى النفسيين اللي عندهم اكتئاب دبرشن هو بتحسن من دون أي تداخل دوائي، و30% من الأشخاص اللي عندهم دبرشن أو اكتئاب ممكن يتحسنوا عن طريق البلاسيبو، يعني دواء الغفل أو دواء وهمي، يعني بس هو عم بياخد دواء. تمام، 30% بتحسن، 50% ممكن إن هن بتحسنوا على المعالجة بمضادات الاكتئاب. مضادات الاكتئاب، سواء مضادات الاكتئاب، في طبعا أكثر من نوع مضادات الاكتئاب أو أكثر من زمرة دوائية تحسن على مضادات الاكتئاب. فما هو كل واحد رانا عند الدكتور، مين بغض النظر مين الاسم، مثل ما قلنا يعني الاسم مو مهم، هل أني لازم إذا راح عند فلان لازم يتحسن أو أني خلاص لازم يتحسن، فهو حسب مثل ما قلنا حسب المرض. وشغل موضوع تاني، في شيء اسمه وقت مر عليك الوقت، إن شاء الله أنت إذا رشحت أو قربت أو صار عندك خلينا نقول التهاب معدي وأمعاء مو جرثومي فيروسي، بعد 5 أيام أسبوع بدك تحسن ولا لا؟ بدك تحسن، سواء أخذت صادات ولا ما أخذت صادات، سواء رحت على دكتور ولا ما رحت على دكتور، رح أنك تتحسن أنت، بالأخير في مناعة أنت بجسمك، وها طبيعة المرض فيروسي، حتى شو بدك تاخذ له؟ مناعتك هي المسؤولة، هي الدافع عنك، وأخذ وقته وانتهت القصة. تمام؟ والله آخر دكتور هو اللي طيبني، والله رحت عند الدكتور عطاني أبري، والله ما تنيت، عطاني موضوع أبري نمت فقط خالص، نفضت المرض أو رفسته مثل ما بقوله للمرض. إيه إن شاء الله كل مين حكى وخلص، وبشوفه بضربه بحلفه في راسه للدكتور، هذا صار يحلفه في راسه قسم لك يا أخي، خلاص هذا وصل، هذا مرضه أصلا فيروسي، وأخذ مدته وأخذ كفايته، وما هي الأبرة اللي عطاها الدكتور المساء ثاني يوم فاق ما فيه شيء، هو ما شاء الله على هالدكتور أو هاي الأبرة اللي طيبته، خلاص المرض انتهى، مثل ما أنه أخذ كان وقته المرض وانتهت القصة. فمثل الأمراض العضوية تمام، والله راح لعند الدكتور ما استفاد، وراح عند الشيخ ما شاء الله الشيخ إيده مبروكة،
ياخذ اتصال مباشر مع الأنبياء والصالحين. إني رأسا أرى عليه أبدا، طلع من الباب ما عاد فيه شيء. تمام، فتسمع كتير إذا بدك تقول لي أنا شفته، أنا شفته، فلان شاف وفلان عاين، كله بالأخير هاي عندك موضوع أنت مثل ما قلنا في إيفيدنس، في دلائل. هدول اللي قالوا حطوا معايير الفصام وحطوا تشخيص وتشخيص تفريقي والعلاج والأدوية، وليش هاي الأدوية إني تنوصم لهي هي أدوية تصنف كمضادات ذهان، وليش مضادات ذهان ما بصير مضادات اكتئاب، وليش هذا بأثر على الاكتئاب، وهي المسيرة الطويلة العريضة والتجارب والاكتشاف موضوع الأدوية، وهي بتأثر على هذا المريض وما بتأثر على المريض الثاني، كل هذا بتكبه بهذا العلم وهذا الدلائل، وهذا أن هذا الدواء بيشتغل هيك وما بيشتغل هيك، وبأثر مع هدول المرضى وفي هدول المرضى وما في هدول، بتشيله بتكبه بالحاوية، وبتجي بتصدق لي واحد أنه دارس محو أمية وما بيعرفان في الطب ولا بيعرف في الهاي، بقول لك اني هو الشافي وهو المعافي والعياذ بالله، او اخذناه عند الشيخ فلان قرا له ثاني يوم ما بقى في شيء. شو ها عمينا بتضحك، عمينا بتضحك. اذا دواء بقول لك اني الدواء على ايش بأثر، مثلا انت بتقول له دواء، ليش هذا الدواء ينعطى كمضاد ذهان وليس ينعطى كمضاد اكتئاب، بقول لك هذا بيشتغل على النواقل العصبيه، مثلا بيشتغل على الدوبامين، لان بكون الفصام بكون الدوبامين عنده عيلي، وهذا الدوبامين موضوع الوجدوه عيلي، هذا الدواء لما بنعطيه عم بنزل الدوبامين، عم بتحسن الاعراض البوزيتيف سيمتومز او الاعراض الايجابيه عند المريض، وعب فراحت عنده الاهلاسات، راحت عنده الاوهام، رجع المريض لخط موضوع السوائل بيز لاين، فهذا دواء مضاد ذهان. والدواء هذاك الثاني مثلا عم نعطي الاميتريبتالين، هو دواء مضاد اكتئاب، لاني هو عم نعطيه او هذا الدواء له تاثير على السيروتونين، والسيروتونين بكون عنده المريض الاكتئاب بكون السيروتونين بكون عنده نيزل، نحن بنرجع بنرفع السيروتونين اللي بيشتغل عليه الاميتريبتالين، فلما بتحسن السيروتونين وبتزيد نسبته موضوع في البرين، فهذا المريض وجدوا ان مزاجه صار احسن او عدل المزاج عنده، وهذا المريض اللي هو هذا الدواء له سايد افكت او له تاثيرات جانبيه، وما بصير ينعطى لمرضى فرضا القلب، ما بصير ينعطى للمرضى اللي عندهم امراض قلبيه، ما بصير ينعطى اللي عنده بروستات، ما بصير. شو هذا بتكبه كله ورا ظهرك، وهذا والله كله بكذبه بصدق واحد حفظان لي شوي كم حديث وكم ايه. اصلا الرقيه الشرعيه ممكن اي انسان انت بتقدر تقرا موضوع نفسك، أو أني أقرأ صورة البقرة وأقرأ صورة البقرة على المريض، أو أقرأها في البيت وخلص انتهت القصة. إن شاء الله أني بدي أروح أصدق هذا، أني والله هو اللي طيبه، اللي هو قرأ له كم آية عليه ولا طلع طبيعي. وليش؟ أني شو دليلك؟ إيه والله أنا شفت في عيني. إيه وإذا أنت شفت في عينك؟ مين قال لك هذا الموضوع؟ الكلام هذا اللي انطبع أفلام بنطبع على كل الأشخاص، ومين قال لك إن هذا إن هو تلبس؟ شو هاي؟ مين قال لك ما هذا مرض نفسي؟ وهذا وقته وهذا إنذار وهذا. فهذا الحكي إنه حكي يطول جدا جدا، وإحنا أكثر ناس مثل ما قلنا بالمجال الطب النفسي، إحنا أكثر ناس منعاني من هاي الشغلة، أو منعاني من هدو من هاي المعتقدات الموجودة عند الناس، إني مثل ما قلنا بالأمراض النفسية، و الشيء اللي حكيناه، الشيء موضوع اللي حكيناه، اني بقول لك ليش اني في مرض نفسي، ليش في امراض نفسيه؟ انت طبيب اصلا؟ يعني انت دكتور ولا انت بتقرا راي، ولا انت موضوع يعني دكتور؟ يعني بفهم منك ان انت طبيب نفسي، يعني انت دارس طب، يعني بتفهم في التهاب اللوزات والتهاب الامعاء والتهاب القصبات وزات رئة وقصبات، يعني بتفهم إذا واحد وجع رأسه، ولا أنت هذا الدكتور مجيني؟ يعني ما بيعرف أن المرض النفسي والأمراض النفسية والطبيب النفسي، وبالأخير طبيب، ما هو منجم ولو مرشد ولو دارس فلسفة عبد فلسف ولو دارس علم نفس ومحنك حكي. أقول لك يا أخي هذا طبيب دارس 6 سنين طب، وبعدين اختص طب نفسي، لأن الطب النفسي هو فرع من فروع الطب، ما هو مرشد، ما هو فلسف، ما هو منجم،
ما هو بقرب الفنجان، تمام؟ علم هذا ومن أحدث العلوم على فكرة، الطب النفسي ومن أحدث العلوم اللي موضوع الموجودة الطب النفسي. فهذا الأمر يعني مثل ما قلنا أكثر شيء، أكثر ناس نحن بنعاني منه هو الأطباء النفسيين أو اللي بيشتغلوا في المجال النفسي. تمام، أنا حكيت كتير وقلت لكم أنا ما عندي مشكلة بالنسبة لموضوع بالوقت، بس أعتقد أني ساعتين كافيات، وخصوصي اللقاء الأول ومادة أن الطب النفسي مادة شوي تقيلة أو جامدة بهذا المعنى، وفي كتير طلاسم حوله وإشكاليات كبيرة حوله ومعاناة كبيرة، ومثل الشيء اللي حكينا ما رح نكرره. ننهي اليوم بعون الله، وعلى أن نلتقي بإذن الله ممكن هلأ مبدئيا يكون لقائنا الثاني كمان أونلاين، لبين ما أضبط أموري أني نلتقي فيزيائي، يعني أطلع لهنيك على أطلع على مارع، أنا إلي وصول للباب في، طبعا هاي كمعلومة ضروري أنتم ممكن تنسألوا أو بتهمكم أنتم كمنطقة طلاب طب، أن في وحدة استشفاء الأمراض العقلية والنفسية في موجودة في الباب لمنظمة الأوسم، ففي عنا وحدة نفسية، وحدة استشفاء، يعني في inpatient مرضى عندهم اضطرابات نفسية، في وحدة داخلية inpatient، وفي عنا outpatient أو عيادة خارجية نفسية كمان موجودة في الباب بشارع عصفور. فأنا بحكم طبيب أخصائي، ومثل ما قلنا ما في أخصائيين هون بالداخل المحرر، فأنا بغطي صرمدة وبروح على الباب، فممكن أرتب أموري بطلعة الباب، لما بطلع على الباب بركي بقدر برتب الأمور، يكون يعني أحد الثلاث أيام، يعني نختار يوم بينات ونشوف شلون أضبط الأمور، وإني بشوفكم بطلعتي على الباب، نشوفكم في زيارة إن شاء الله. فهلأ بالنسبة للقائنا القادم رح يكون أونلاين اليوم أحد الأحد الجاي القادم بإذن الله، بنفس الموعد اتفقنا عليه من 7 للـ9، رح يكون لقاء أونلاين كمان، واللقاء الثالث بإذن الله إذا ظلينا طيبين وما صار شيء زلزال مدمر العالم، هلا صارت موضة الزلازل، حكي الناس كله على موضوع الزلازل، نسوا بشار وجرائم بشار، وهلا الناس كل حكي على موضوع الزلزال وأثار الزلزال المدمرة، وحتى أثار الزلزال النفسية اللي ما رح تظهر هلا حاليا، رح تظهر بس بعدين، يعني مثل ما بقول الناس ما ناقصة وجع، بس هذا مشيئة رب العالمين بالأخير. فممكن أني نلتقي فيزيائي مثل ما قلنا مو الأسبوع القادم، الأسبوع القادم رح يكون أونلاين نفس التوقيت من 7 للـ9 إن شاء الله، وإذا ضلينا طيبين اللقاء اللي بعده ممكن نرتب على الفيزيائي. طبعا أنا بشارك المعلومات مع آسيا، وهي أكيد الوصول لعندكم أو في مجموعات بيناتكم، ونحكي اللي عندكم شيء. أنا بس كان تعليقي أني على لقاءات الأونلاين مثل ما حكيت، أنا ما كتير بكون يعني كومفورتابل أو مرتاح بلقاءات الأونلاين، لأني بحس أني بس واحد عم بحكي والتانيين هيك واقفين عم بسمع أو جمدانين أو شيردين أو ما بعرف حاطين السماعات وموجودين في مكان تاني أو عقلهم في شغلة تانية أو بشتغلوا شغلة تانية، بس هاي الظروف وهذا الواقع بدنا نمشي معه. بتمنى بس أن يكون مشاركتكم أكتر، بتمنى يكون تفاعلكم أكتر، بتمنى اللي الأشخاص اللي ما يكونوا ما بقدروا مثلا يحضروا أونلاين حتى أن يتواجدوا فيزيائي، لما إن شاء الله ممكن نتواجد فيزيائي في شغلات كتير أنا بركز عليها بالمحاضرات، وهي اللي بتكون طبعا بالأخير الطالب مثل ما نحن كنا طلاب، ولحد اللي أنا بعتبر حالي طالب لأني ليس من أمتي إلا عالم أو متعلم، فبقول أني حضور المحاضرات غير أني أنا أسمع للتسجيل، لأن أنا بالمحاضرات ممكن أركز على الشيء اللي منركز عليه فهو اللي بيجيب الفحص، أو هو اللي لب اللي منركز عليه أو بركز عليه هو اللي يعني المقصود بهي المحاضرة، تمام؟
ففي شغلات نحن كثير مركز عليها، او ممكن حتى بنقول هي بتجي هيك او ممكن تجي هيك، ويعني ممكن اللي بحضر طبعا اللي راح يكون الحضور فيزيائي اكثر من الاونلاين ان يلمسوا هذا الشيء، بس يعني راح يلمسوه بالامتحان وليس يلمسوه اثناء ممكن وجودنا. فحضور محاضرات الفيزيائي يعني كثير مهم، وكل ما مثل ما قلنا كان في تفاعل حتى على الاونلاين كان الامور احسن واضبط وانا بكون مرتاح اكثر. فبتمنى اني يعني مثل ما اقول كلام من وراء الشاشات او عن طريق الهاتف، اعتقد يعني ما في كثير بصير في فوبيا او مثلا تلبك، او انا بحكي بتعرفوا اني الرهاب الاجتماعي او السوشيال فوبيا، اني هدول الاشخاص اني ما بقدروا بحكوا قدام الناس او يكونوا هني الانظار عليهم. يعني نحن عم نحكي منه بالاخير من وراء شاشات، فأعتقد يعني هذا الحاجز مكسور. فبتمنى أني يكون في مشاركة أكثر من الموجودين معنا أونلاين أو الموجودين راح يتواجدوا معنا إن شاء الله فيزيائي. الله يعطيكم العافية وشكرا لأصدقائكم، وأخذنا شوي زيادة عن الوقت المخصص لنا، وإن شاء الله بنلتقي يوم الأحد القادم بإذن الله. اي شيء اخير؟ السلام عليكم. يلا السلام عليكم ورحمه الله. يعطيك العافيه دكتور، يعطيك اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سؤال لو سمحت، ولو انه يعني خلص الله يعطيك طيب. العافيه. يعني ممكن نقول اخر سؤال، معلش تفضلي نور. مين نتعرف عليكي؟ نور محمد. نور محمد. نور محمد تفضلي. الله يسلمك يا رب. دكتور في قرايبتي عندها مشكله، هي حركات لا اراديه بالوجه باليدين، يعني نحن بنسميها عادات، بالإضافة للوسوسة، يعني إنه مثلاً إنه أنا سكرت الباب، لا ما سكرته، طفيت الغاز ما طفيته. فهي يعني الظواهر هي إلها علاقة بالأمراض النفسية؟ أبو يعني ما بعرف أنا شو بدي أقوله، بس هذا الوسواس القهري يعني هذا الشيء عم تحكي اني والله سكرت الباب ما سكرت الباب، حكينا شوي اني والتحقق تشيكينج او الترتيب والنظافة والطهارة والنجاسة، وايدي نطفوا ولا ما نطفوا، عجب صليت اربعة ولا ثلاثة، عجب قريت الفاتحة بشكل صحيح ولا لا، عجب قريت صورة قصيرة، عجب ركوعي قبل ولا لا، عجب اني مر من قدامي فلان، عجب اني انتقض وضوئي، عجب او اني طلع لي تطليعة ماي مزبوطة، عجب اني قبلت صلاتي، ليكون انا عبجيني فكرة اني انا عبسجد عبسجد والعياذ بالله لغير الله عز وجل، اني يكون عبسجد للشيطان. فهذا مرض وسواس قهري، وهو في الامراض النفسية، ونسبة أكثر من 2.5 من الناس بعاني منه. وطبعا بنسبوه مثل ما قلنا لأمور تانية، ممكن ينسبوه أن هذا وسوسة من الشيطان أو للشيطان الرجيم، من شر مثل ما تعرفوا أي من شر الوسواس الخناس، أن هذا الوسواس الخناس هو هذا هو الوسواس، أو الشيطان هو اللي عم يوسوس لي. هذا من أمراض الوسواس القهري، حتى حطوا والله بالDSM 5 أو التصنيف الأمريكي للأمراض النفسية، هو حطوه موديول لحاله، وحطوه لحاله وصنفوه لحاله، وطبعا كان مصنف من ضمن اضطرابات القلق أو الانكزايتي ديسوردر. هلا حاليا حطوه من ضمن، أخذ موديول لحاله، أخذ شابتر لحاله، وهو الأوبسيسيف كومبالسيف ديسوردر and related disorder، يعني والأمراض المرتبطة به فيه في الوسواس القهري. فصار هو لحاله إني كمرض وتصنيف لحاله، فهو من الأمراض مثل ما قلنا من أهم الأمراض النفسية أو الأمراض القلق اللي بعاني منها. قلت لكم نسبة انتشاره 2.5 في الناس. الاكتئاب ليش الله مثلا نقول الاكتئاب شو نسبة انتشار الاكتئاب؟ بقول لك من 4-5%، هاي بالأحوال الطبيعية. يعني بالأحوال الطبيعية معناتها أنا كل 100 شخص في عندي 5 عندهم اكتئاب، عندهم ديبرشن. تمام، نسبة أني بقول لك البريفيلانس أو الانتشار
يعني لايف ستايل، اني الاشخاص اللي بيجيهم هجمه اكتئاب سجل اني عندهم اعراض اكتئاب وهجمه اكتئاب في حياتهم، في يعني معظم حياتهم بتقول لك بتوصل لل 70%، يعني 70% من الناس ان هي مرت في الموضوع بحياتها بمرحله ديبرشن ومرحله اكتئاب. فما هي شغله موضوع مثل ما قلنا، مثل تشوفون والله ايش هو هذا الامراض النفسيه، ليش في مرض نفسي، او ان هي الامراض النفسيه فعلا شائعه، او ان هي